أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين لهذه الأمسية المباركة. فلدينا أمسية مباركة مملوءة بالبرامج المختلفة، فابقوا معنا. فمساء الخير إلى جميعكم. أعزائي المشاهدين، كما تعلمون أننا لازلنا في حملة دعم الأرامية. صلواتكم مطلوبة كتير جدا، والدعم المادي. احنا كمان بنشكر كل اللي دعموا الأرامية في الأيام الفائتة، من كل قلوبنا نشكرهم على إظهار اهتمامهم ومسؤوليتهم لنشر رسالة المسيح عبر الفضائية الأرامية. وبنشكر الإخوة والأخوات اللي من غير ما بنكلمهم شهريا بيرسلوا دعمهم المادي وصلواتهم للفضائية الأرامية. وكما ذكرت، شعرنا في هذه سمعتوا كثير في وسط الدعم، حملة الدعم للأرامية. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الله عاوز يباركنا، الله عاوز يباركك ويبارك أهل بيتك ويبارك أولادك، الله عاوز يبارك الأرامية. لأن لما تتبارك الأرامية أنتوا بتتباركوا، لما أنتوا تباركوا الأرامية الرب بيبارككم كمان. فالبركات دي متبادلة بيننا وبينكم، كلنا شركاء في خدمة الرب يسوع المسيح. يعني كلنا مهمين، مفيش حد أعلى من التاني مننا، بس ربنا حطينا في مسؤوليات مختلفة لنشر رسالة الإنجيل. فكما ذكرت، احنا عندنا برامج بث مباشر ممتازة في هذه الأمسية، فيبقوا معنا. بعد ما ينتهي برنامجنا الأول هذا، في برنامج الساعة 8:30، وكمان البرنامج الثالث هيكون الساعة 10:30. فليلة مباركة. أمين. هاتوا الأولاد والإخوة والأخوات والخال والعم، جمعوهم حول التلفزيون، هتسمعوا ترانيم وكلمات الرب المباركة الحية، أشياء كثيرة جدا الرب مدخرها لكم في هذه الأمسية. فجهزوا حالكم أنكم تستقبلوا بركة من عند الرب في هذه الأمسية. أمين. أعزائي المشاهدين، خليني أبلش معكم، أبدأ معكم بقول الكتاب. الرب يسوع كان في محاورة بينه وبين رجل غني عنده مصاري كتير يعني، وعنده أملاك، لكن عاوز يعبد الله وفي نفس الوقت مش عاوز يعبد الله. ليه؟ لأن في حاجز بينه وبين الله كان. فاسمعوا، الرب بيقول له يعني أنت جاي علشان، قال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له الشاب هذه كلها، قال له احفظ، اكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، يعني أنا شادي تعلمتها. يعني احنا زي ما نقولوا في مصر عندنا الكتاب، يعني كل شيء محفوظ عن ظهر قلب. الرب لا ينظر الى الكم بل ينظر الى الكيف دائما في حياتنا. الديانات كلها تنظر الى الخارج، في المسيحيه الله ينظر الى الداخل قبل الخارج. فعرف قلبه ويعرف المانع. شوف بقيه المحادثه. قال له يسوع ان اردت ان تكون كاملا فاذهب، شوفوا بقى نقطه التحول، وبع أملاكك وأعطي الفقراء فيكون لك كنزا في السماء وتعال اتبعني. واو، الأراضي والمصاري والبنك والحساب كله ده أعطيه الرب. ما بيكون حرفيا يعطي كل شيء، الرب بس بيختبر قلبه وين أهمياته، فين الأولويات تبعيته في الحياة. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا. أنا ما بدي إياك تروح حزين اليوم، ما بدي يكون في أي مانع بينك وبين الله اليوم. مش ضروري يكون مانع مادي، يكون مانع في الخطية، مانع أسري، مانع اجتماعي، أي موانع تمنعنا عن الله. الله بتحجب وجهه عنا وتحجب البركات عنا وتحجب خلاص الله وبركات الله عنا. لأنه كان ذا أموال كثيرة. كما ذكرت، إحنا في الأرامية دعم الحملة الأرامية بتوقف على نشر رسالة الأنجيل، ده أولويتنا. إحنا عايزين نذهب للعالم أجمع في هذه الأيام الأخيرة اللي سلطان الهواء كان مسيطر على الهواء لمدة كبيرة. احنا عاوزين الرب يسوع يسيطر على الهواء والفضائيات كلها في هذه الأيام. والرب بيتعامل مع النفوس كثيرين بالألاف بيقبل الرب يسوع من كافة الأديان. وانتم شركاء في هذه الخدمة. الأخت نضال، كيف حالك اليوم؟ نشكر الرب. أمين. نكمل أعراس الأرامية في الدعم الآرامي أحبائنا المشاهدين، لنكن جميعا لنا قلب واحد لهذا العمل. هذا هو حقل الرب وعمل الرب، والآرامية صوت وضوء في هذا العالم المظلم. فتعالوا جميعا لنفرح في الآرامية، وليكن كل شيء ما نقوله ونفعله ونتبرع به نعطي للآرامية، نشجع الآرامية، نقبل الرب خلال الآرامية، يكون كل شيء لمجد الرب. أمين. دلوقتي أنا رايح على استوديو رقم 2 والأخ علي. أهلا أخي جوزيف، الرب يباركك. أنا بشكرك طبعا
انك انت بتكون من الناحيه الثانيه انه تساعدنا حتى نحن نستطيع ان نقدم مثل هذه البرامج. طبعا ده البرنامج الاول، برنامج المباشر الاول بالنسبه لقناه الاراميه، ومعي جيش جرار، معي الاخ سيف، ومعي الاخت ايمي، ومعي الاخت روز، ومعي الاخ يوحنا. ويا جماعه اعدلوا الصفوف، ان الله لا ينظر الى الصف المعوج. فنحن طبعا معانا يا اخي جوزيف، طبعا نحن كلنا مع بعض بنشارك مع بعض، ودي طبعا برامج يعني فريده من نوعها، ما حصلت على القنوات انه نضع كل الناس ونناقش مساله مثل مساله الوصايا العشره. فدي طبعا مهمه خالص، وحتى الان الدعم عندنا حوالي 104,000، عايزين نصل ل 350. يا اخ جوزيف، انا طبعا عايز بس اسالك سؤال، يعني اذا كان امكن ممكن يعني عندنا ما هي المشاريع اللي ممكن ان احنا نصرف فيها 350,000 حتى انه الاراميه تحقق الرؤيه بتاعتها زي ما ذكرت، نشر رساله الانجيل للعالم؟ لما احنا اجتمعنا اخ علي، فاكر اجتماعنا كنا قررنا عاوزين نشتري 3 كاميرات. احنا داخلين على النظام الـ HD حاليا. نعم. والشركه المسؤولين الفيدراليين في امريكا يعني باي لو يعني جددوا ان كل الستيشنز والكلها تتحول الـ HD. فاحنا عندنا كاميرات كانت من البيسمنت، من بدات الاراميه صغيره يعني استهلكت استهلاك كثير، فعايزين 3 كاميرات هيكلفوا 36,000. ومن الاشياء الثانيه اللي طلبناها كمان الاضاءه، عايزين تحسين الاضاءه في الاستوديو. احنا ماشيين على حاطين، لو جيتوا عندنا في الاستوديو هتشوفوا اللمبات بتاعت البيت هون، بس الرب بيتمجد وبيتعامل، احنا عايزين نحدث الاضاءه في الاستوديو. وكمان في اشياء اخرى اخ علي، عندنا ساتلايت ستوديوز، عندنا واحد في اوهايو وعندنا واحد في كاليفورنيا، فعايزين ان احنا فعلا نعضد الاستوديوهات الخارجيه للاراميه عشان يكون عندها اكثر من خط تليفون واحد، عايزين على الاقل 5 تليفونات يكون خطوط عشان يستقبلوا البث المباشر بكل كفاءه، عايزين كمان كاميرات، عايزين اكويبمنتس عشان نعضد الاستوديوهات الثانيه اللي تابعه للاراميه اذا كان في ولايه كاليفورنيا او ولايه اوهايو. طبعا يا اخ جوزيف، 350 بنشوفها كبيره جدا جدا، يعني هل يعني ممكن الناس تساعدنا، يعني مثلا تساعد برنامج يعني انت عارف انه لايف توك شو زي هذا بيكلف حوالي $950. نعم. يعني مش يعني عندنا هذا يكلف اكثر، طبعا اللايف توك شو النورمال بيكلف حوالي $950. نعم. هل يعني انت بتشوف مثلا انه الناس اللي مشاهدين بتاع الأرامية يقدروا يقفوا مع الأرامية ويمشوا معها لنهاية المشوار حتى مجيء الرب يسوع المسيح؟ بكل تأكيد، لأن لما بدأت الأرامية بدأت بالإخوة المشاهدين، وكما ذكرت سابقا أن إحنا كنا معتادين نروح للإرساليات علشان نجيب الأموال عشان نعمل مشروع لخدمة الرب زي هذا. هذا أول مشروع في أمريكا ويمكن في العالم يكون معضد بين المسيحيين العرب نفسهم، مش إرساليات أجنبية. فيعني الله عمل معجزة في بداية الأرامية أنها معضدة من قبل المسيحيين العرب في أمريكا الشمالية. نعم. وأعتقد أن الرب اللي بدأ عمل كصالح قادر أن يكمل. آمين. إلى المنتهى، لأن دي رسالته. آمين. نعم، بالتأكيد. شكراً أخي جوزيف، حنرجع لك بعد شوية. شكراً جزيلاً. ونحن نبدأ البرنامج بتاعنا، وصلاة مع الأخ سيف. شكراً أخ علي. إلهنا الحي، كم تشكر قلوبنا يا سيد، جمعتنا مرة أخرى في هذا المكان في الأرامية، فضائية الأرامية، لنمجد اسمك، لنعظمك، لنكرمك يا سيد. جمعتنا مع إخوتنا عبر الساتلايت في العالم كله، نرفع أمام شنامة الأرامية والصاهرين عليها والعاملين فيها ومعضديها، نرفع أمام شنامة هذا البرنامج يا سيد. المس عبيدك، خدامك الضعفاء، المسهم بجمرة من على المذبح يا سيد، وكلامك ينسب من أفواهنا ليصل إلى قلوب حبايبنا في العالم كله، وأنت تبكت هذه القلوب. هذا البرنامج يا رب نسألك أن يكون سبب بركة ونعمة وتعزية وخلاص لحبايبنا عبر العالم ليشاهدوا البرنامج سواء على التي في أو في الانترنت.
بارك يا حبيبي يا إلهي يا سيدي يا حبيبي، بارك جميع أحبائك أبناء جسد أعضاء جسد المسيح في كل مكان، باركهم يا ربي واحفظهم وأعينهم وارزقهم سؤل قلوبهم واشفي مرضاهم. نرفع أمر شنما كل الطلبات الصلوات التي وصلت والتي ستصل، من فضلك يا سيد أنت تعرف طلباتنا كلنا ونعرف أنك تسمع وتستجيب، وكل هذا نطلب باسم أرضيته عنا حبيبنا يسوع. أمين أمين ثم أمين أمين أمين. شكرا أخي سيف، الرب يباركك. طبعا يعني نحن في الأيام اللي فاتت بدينا نتحدث عن الوصايا العشرة بين القرآن والكتاب المقدس، حتى الأمس وصلنا إلى الوصية الخامسة وهي أن نكرم آباءنا وأمهاتنا. طبعا أعزائي المشاهدين الخطوط مفتوحة، سواء أردتم أن تعضدوا الأرامية أو هناك طلبات صلاة أو مشاركة في البرنامج حسب الموضوع الوصية السادسة التي سوف نتناولها بعد قليل. نريد أن نقرأ من كتاب الخروج 20 من الآية الأولى للآية 13، وهي تحدثنا الآية 13 اليوم عن الوصية السادسة. أخت إيمي ممكن تقرأ لنا؟ طبعا ده يساعدني أن أنا أقرأ الآية دي. إصحاح 20. ثم نطق الله بجميع هذه الأقوال، أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر ديار عبوديتك، لا يكن لك آلهة أخرى سواي، لا تنحت لك تمثالا ولا تصنع صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء ومن أسفل الأرض، ولا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد أثام الآباء في البنين حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأبدي إحسانا نحو ألوف من مجيء من محبي الذين يطيعون وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب يعاقب من نطق باسمه باطلا. اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتقوم بجميع مشاغلك، أما اليوم السابع فتجعله سبتا للرب إلهك، فلا تقم فيه بأي عمل، أنت أو ابنك أو ابنتك أو عبدك أو أمتك أو بهيمتك أو النزيل المقيم داخل أبوابك، لأن الرب قد صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها في ستة أيام، ثم استراح في اليوم السابع، لهذا بارك الرب يوم السبت وجعله مقدسا. أكرم أباك وأمك لكي يطول عمرك في الأرض التي يهبك إياها الرب إلهك. لا تقتل. نحن طبعا في هذه الأيام بنتحدث عن الحياة الفضلة حسب يوحنا 10:10، وعايزين الأخ يوحنا يقرأها لنا. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. طبعا بالتأكيد هذه الحياة الفضلة نحن نشتاق إليها، وكثيرين يشتاقون إلى هذه الحياة الفضلة على هذه الأرض، ثم بعد ذلك تتحول هذه الحياة الفضلة إلى حياة أبدية عند قدمي الرب يسوع المسيح. ونحن نتناقش عن الوصايا العشرة، نرى ما وراء الستار النعمة التي جاء بها الرب يسوع المسيح من خلال موته وقيامته، وذلك دليلا على أن كل من يؤمن به سوف يحيا. ونحن نتناقش عن هذه الأشياء ليس حبا في الشريعة والناموس، ولكن حبا في كلمة الله التي هي في الكتاب المقدس، ولكي نرى كيف الروح القدس ساعدنا لكي نطبق هذه الوصايا العشرة في حياتنا من غير شريعة. اليوم قبل أن نذهب بعيدا، نحن طبعا تحدثنا عن هذه الوصايا، عن كلام الله، كيف تكلم الله، وعن كلام الله، وبعد ذلك رأينا أوصاف الله نفسه، والوصية الأولى أن لا نعبد إلها غيره،
وجئنا بعد ذلك تحدثنا عن القسم، وتحدثنا عن أمس عن إكرام الوالدين، وهنالك قضية السبت أيضا. اليوم سوف نتحدث عن الوصية السادسة، وهي لا تقتل. آية بسيطة ولكن فيها أشياء كثيرة جدا جدا، ونحن متأهبون لكي نتحدث عن هذا بكل جرأة وبكل صدق والدليل البرهان كما يقول أخي سيف. قبل أن نبدأ معنا الأخت روز، طبعا أول مرة على شاشة التلفاز الأخت روز، هي من فلسطين، واليوم عندنا تقريبا الأمم المتحدة موجودة هنا، مصر وهي شال الكاس يعني منتصرة، وعندنا المغرب والسودان وفلسطين، وطبعا معنا زي ما قلت الأخت روز هي عابرة من الإسلام إلى نور الرب يسوع المسيح. أخت روز إلى نعم الرب يسوع المسيح، نعم أخت روز، حدثينا عن اختبارك، كيف حياتك كانت لما كنت في الإسلام، وما هي الأشياء اللي خلتك تترك الإسلام وتأتي للمسيح؟ حياتي ما قبل الإسلام حياة بسيطة جدا. أنا كنت مستمتعاها ولكن مش بدرجة إني أحس إنه أنا في سعادة تامة، لأنه أنا كنت أبحث من صغري عن الرب وهذا الكون، هو خالق السماوات والأرض، ولكن منذ طفولتي أحببت أن أوجد أن أشارك في مشاريع كثيرة لمساعدة الناس، لكي أطلع من المشاكل التي ضاقت في نفسي من خلال الأسرة والجيران والوضع التعيس التي موجودة في فلسطين. ولكن ربنا وضع لي تجربة كبيرة وخطيرة جدا. بعد زواجي توجهت إلى العمل، ولكن كنت ليس عندي أي لغة بالإنجليزية بالمرة. فأحببت أن أكون إنسانة على خلق محبوبة من الجميع، ولكن ربنا بعت لي صديقة كانت الصديقة المثالية، وهي مشاركة في المسيحية وتساعد المسلمين. فسألتني هل أنت لاتينية؟ قلت لها لا. فمن هنا بدأت لنا الصداقة، ووضعتني على المسار الصحيح، وأخذتني للمكان الذي يجتمعون في الصلاة، وتعرف على الإنجيل من جهة أخرى التي لم كنت أراها منذ صغري، منذ طفولتي أمام عائلتي وفاميلي. بعد ذلك مررت بحياة صعبة جدا. هاي الحياة التي منحتني أن أنظر بنظرة واضحة، بنظرة عميقة إلى الحياة. بدأت أنظر إلى هذا الكون خالقه، وبدأت أستفسر عن كل ما فيه، ومن ذلك وجدت أن القرآن لا يساعدني في معظم الظروف التي مررت بها، وخاصة يعني بعد طلاقي. أنا بقاطع طبعا، مشاهدين ما عايزين أنا قاطع، لكن لازم أنا قاطع. يعني إيش الحاجة اللي خلتك تترك الإسلام؟ يعني في شيء محدد يعني من التعاليم أو أي شيء في الإسلام خلاك إنك تفكر وتقولي لا أنا مش عايزة؟ التعاليم actually بعضها لقيت بعض التعاليم إنه في شغلات إنه
الناس بتتبعها ولكن بتعرفها ولكن لا تتبعها اتباعا كامل. ولكن بالنسبة لي لاحظت أنني أنا الإسلام وجدته I'm sorry. أخت روز ممكن تتكلمي باللهجة الفلسطينية، ما في مشكلة أساسا، وما في مشكلة يعني حتى ممكن تتكلمي باللهجة الفلسطينية. ماشي الحال. اوكي الظروف اللي مريت بها بالزواج ال بالعنف. اوكي بالعنف بالغصب، فحاولت اني اطلع منها ما قدرتش، ولكن زواج الذي أرغمني والدي وأخي الأكبر عليه، فهي ظروف منحتني أن الفرصة إني أشارك في شيء أكبر، أبحث عن حياة سعيدة. كنت أفكر أن هذا الزواج زواج لتكوين أسرة سعيدة، ولكن حسيت اني انا لا اقدر على هذا، على لا اقدر على الحياه التعيسه التي حسيت انه زوجي عاوزني اكون متبع الاسلام، ولكن اني انا عاوزني اكون في البيت أربي، يعني أتبع أنظفه أكوي وأغسله، يعني يكون زوجة بيت خادمة، ولكن لا يتبع الحياة الزوجية معي. فمنذ ذلك حسست أنه لازم أبعد عن هاي الحياة وأفكر في طريقة أخرى لأحافظ على نفسي. ومن هذا الوضع حاولت أن أبحث عن الرب الصحيح الذي يساعدني. يعني تحققت إنه الإله اللي أساساً يعني شرع هذا الزواج لا يمكن أن يكون الإله الحقيقي. حسيت إنه حتى تزوجت على الطريقة الإسلامية، ولكن الإسلام لا يمنحني الحياة الزوجية الإسلامية الصحيحة. فمن ذلك فأحببت أن أتفهم وأفهم زوجي وأهلي والآخرين بهاي الحياة. هاي حياة ليست هي مجرد حياة سجينة وليست منفتحة للآخرين لتكوين أسرة سعيدة تساعد على تكوين المجتمع الصالح. ناو حدثينا كيف انك انت بعد ما مشيتي الكنيسه كيف انك انت جيتي للرب يسوع المسيح؟ بعد ربنا فتح لي الطريق من خلال صديقه من صديقتي عرفتني على الرب يسوع وحاولت انه تمنحني المساعده. بعد أن ربنا منحني الفرصة أن أطلق زوجي، وهذا لا يصح بالإسلام طبعاً، ولكن هذا أعطاني القدرة كمرأة أن تقف أمام الرجل وتقول له أنت لا تصح لي هذا الزوج لأنك لم تتبع المعالم التعاليم الإسلامية او اي تعاليم، ولو اتبع التعاليم الاسلاميه او اي تعاليم مشكلة أخرى. طبعا احترام الزوج لزوجته. بعد ذلك I just as I said انا تركته ما حاولت اطلب منه اي شيء. فطبعا حياتي بدات من الصفر، لا يوجد عندي اي بيت، اي فلوس، اي شغل. حتى في هذه اللحظه لست أكون أتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. فهذا منحني أن أجد عمل وأتعلم،
ومن خلال هذا الظروف، من خلال هذه الظروف التي مررت بها تعلمت أن أثق بنفسي، واعتقدت أن الحياة في much more، في حاجات أكثر أخرى، حاجات أكثر من هيك لا 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 لم أراها منذ صغري. فهذه من حتى فتحت عيني على شغل، على أمور ومواضيع أخرى لأبحث عن أكثر شيء ليساعدني في حياتي. من هذا الوضع أنا التجأت إلى ملجأ وعشت فيه لمدة شهرين. من خلال هذا الملجأ كان عندي طبعا زي كيس دهني على ايدي من على نفس الفين. ومن خلال هذا الفين ما كانش طبعا ما كانش عندي فلوس او شيء زي هيك حتى اروح للدكتور حتى اعمل العمليه لاطلعها، بس كانت هذه قالوا لي، حتى رحت على الدكتور قالوا لي هي خطيره جدا، فاذا حاولنا نطلع هذا الكيس الدهني هذا حيقص الفين تبعك وهذا كان خطر على حياتك لانه في المفصل من هنا. من كده ربنا يعني منحني الفرصه اني افتح المزمور، مزمور 60 ومزمور 61 لحد مزمور 64. ومن كده بدات اقرا المزمور باللغه العربيه. صديقتي صاحبتي قالت لي حاولي ترجمي لي اياها، لاني هي ما كانتش تفهم علي باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه حتى. فترجمت لها اول مزمور، ترجمت لها تقول لي انا عمري ما شفت اي ترجمه بالشكل ده خالص. فمن كده ربنا فتح علي، وما كنت اتوقع انه يساعدني بطلاقه، توفر لي بيت، توفر لي فرنيتشر خلال أسبوع. اللي كنت بعد كده من تقريبا شهر اني ما كانش عندي أي شيء وما كنتش. فمن هذا المنطلق بدأت أبحث بعد ما فهمت اللي هو الكتاب المقدس، منح لي الفرصة اني أتعرف عليه أكثر. فمن هذه المنطلق، من هذه المنطقة بدأت علاقتي مع الرب يسوع بدأت تكبر أكبر وأكبر من خلال كتير تجارب حصلت في حياتي، منها لي توفير بعض الفلوس. نعم، بعض الفلوس من طريقة غير مباشرة أو بطريقة مش بالطلب عجيبة. أو شيء هيك عجيبة. فكتير كتير أنا يعني بدأت ألتمس الروح القدس حوالي في من ساعة لأخرى، من يوم لآخر. وبدأت تمشي بالأول بدأت صديقتي تبعتني نروح على اجتماعات للصلاة لنقعد نرنم، وكنت أنا يعني ما كنتش متوقع الشيء هذا، كان كتير كتير غريب علي. بس كنت يعني قاعدة شوية بس يعني كان like باخد بخزن المعلومات وبشوف إيش اللي بيعملوا وإيش يعني هيك. كنت شاكة عاوزة أعرف إيش اللي بيعملوا. أنا حابة إني أتخطى الخطوة لقدام وأشاركهم في إيش شغلات، ولكن أخذت فرصتي لحتى الرب منحني اللي هو الفهم الكامل إلى الطريق هذا. فحتى وصلني إلى الاقتناع الكامل بالطريق اللي أنا ماشي فيه. نعم طبعا في ناس كثيرين جدا جدا مثل الأخت روز ما زالوا، هي الرحلة ما بتكون على طول رحلة يعني سحرية على طول. الواحد يقدر، في ناس بتحصل ليهم إنه يقدروا يفهموا عن الرب يسوع المسيح، ولكن في معظم الأحوال إنه هذه الرحلة بتحتاج لجهد، بتحتاج لفهم، بتحتاج لزمن. وفي النهاية لما يأتي الروح القدس بيساعدنا إنه نحن نقدر نفهم عن الرب يسوع المسيح ونقدر نعبد ونخدمه، زي ما الأخت روز وهي حتشاركنا
في الموضوع اللي نحن حنناقشه بعد شوية. أيضا حتنضم إلينا الأخت رشا بعد قليل، ولكن قبل أن تنضم إلينا الأخت رشا أريد أن أذهب إلى الاستديو الثاني والأخ جوزيف. شكرا أخ علي، ربي يبارككم ويبارك جميعكم. أعزائي المشاهدين، كما ذكرت نحن في لازلنا في دعم الفضائية الأرامية، المشاريع التي تحتاجها الفضائية الأرامية. قبل أن أدخل في كلمة الرب، عايز أعطيكم شيء معين من الكنيسة الأمريكية اللي أنا بحضرها. الشباب في الكنيسة بيعملوا يجيبوا كيكس ويبيعوها، أو في بعض الأحيان يغسلوا سيارات، ونتيجة الأموال اللي بيحصلوا عليها من الكوكيز أو الكيكس أو غسل السيارات بيودوها للإرساليات، والإرساليات بتاخد المصاري أو الفلوس اللي اتجمعت من كنائس مختلفة في أمريكا. شو تعرفوا بيعملوا فيها؟ بيشتروا سيارات للمرسلين في داخل أمريكا وخارج أمريكا. يعني تتخيلوا معي كورترز ودولارز وفايف دولارز وتين دولارز لما بيجوا مع بعض بيحققوا المعجزة. فما تقوليش أنا ما عنديش، طيب كام والمصاري بتاعتي قليلة والاقتصاد تعبان. زي ما ذكرت، ليس بالكم ولكن بالكيف. يعني الشباب هدول المراهقين لما يروحوا يغسلوا سيارات ويجمعوا المصاري وبعتوها للهيئة الإثرية وتشتري سيارات، تشتري معدات للمرسلين عشان تساعدهم في عمل الكرازة. يعني الله مملوء بالمنابع، منابع غزيرة وغنية، بس الله عاوز يستلم قلوبنا أول. ولما يستلم القلب تهون الحافظة بعدين، تبقى الحافظة ملكه. فما فيش شيء صغير عند الله. ما تقوليش 10 دولارات صغيرة أو 5 دولارات صغيرة. الله بيستخدم الأشياء الصغيرة ويجعل منها معجزة. خمسة أرغفة وسمكتين، والتلاميذ قالوا احنا ما عندناش ميزانية، يعني عشان شوف الناس اللي روحهم على البيت ما عندناش نكفيهم. الولد اللي جايب غدا محطوط في المنديل جايبه لإله شخصيا عشان يأكله، بس جاي يسمع عن يسوع. ولما قالوا له التلاميذ ما في أكل هون إلا صبي عنده خمسة أرغفة وسمكتين، وماذا هذا الجماهير الغفيرة؟ الرب قال هاتوهم، هاتوا الشيء الصغير للرب. الرب مش عايز أشياء أكتر من طاقتك، عاوز اللي عندك فقط، وهو هيصنع منه المعجزة. فجابوا الولد، وبعدين الرب بيقول كسر وبارك، يعني شكر، قال لهم أعطوا، وزادت 12 قفة بعد المعجزة. شو القصة دي بتقول لك من معجزات الرب يسوع؟ إن ليس هناك شيء مستحيل لدى الله. لدى الله كل شيء مستحيل، غير مستحيل يعني ممكن. فالنهاردة احنا بنجي لكم على شاشة الأرامية، بنطلب منكم الصلاة، نطلب منكم الدعم المادي. أنا مش طالب منك أكثر من طاقتك، أنا بقول لك هلا صلي وشوف الرب يقول لك إيه في قلبك عشان تدعم بنشر رسالة المسيح. تقول لي يا أسيس يوسف ما الحالة تعبانة والاقتصاد تعبان، احنا تابعين الاقتصاد السماوي. آمين. الرب اللي بيسدد الاحتياج. لم أرى صديقا قد تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا يا أخت تضار. نعم. آمين. نعم آمين. الرايب. وأيضا الحقيقة سمعنا شهادات كثيرة مثل شهادة الأخت روز، وكل يوم نسمع شهادة أحد الأخوة من الإسلام أو أي خلفية أخرى يقبلون الرب، إذا كان على التلفزيون على البث المباشر أو حتى على التلفونات. إحنا من نجاوب تلفون في كثير ناس قبل الرب. هذا دليل على انظر، يعني أنت تعطي للأرامية، بس انظر إلى أين توصل الأرامية وإلى أي ناس. هذا العالم مثل حقل، شوف إلى أي مكان توصل. هذا مثل فرصة أو باب ينفتح للرب اللي قال عليه أنه ولي خراف أخرى، من حظيرة أخرى ينبغي أن آتي بها. فهذول الأخوة اللي نتشجع بشهاداتهم، يعني أخوتنا في الرب، عائلتنا الكبيرة اللي تكبر كل يوم، أيضا الآرامية اللي تأتي بهم. فأحبائنا، هذا أيضا باب آخر من عطائك للآرامية، أنه ممكن ناس آخرين راح يسمعون رسالة الخلاص. أعزائي المشاهدين، قبل أن أذهب للاستوديو رقم واحد، عايز أشارككم بكلمة من كلمة الرب. شوفوا، بولس وضع نظام للعطاء، وأما من جهة الجمع، جمع البركات الأموال لأجل القديسين، فكما أوصيت كنائس غلاطية افعلوا هكذا. شو يا بولس نفعل؟ أنتم أيضا في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر
حتى إذا جئت ليكون جمع حينئذ أول كل أسبوع كم من التشينج في الباكت تبعك، يعني آخر النهار طلع $5 كلهم كورترز حطهم على جنب كل أسبوع، ولما يجي العطاء في الكنيسة أو العطاء لخدمة المسيح لأي شيء كما ذكرت افعل ما تستطيع والرب يصنع المعجزة. آمين. كما ذكرت عندنا كاميرات، إذا حصلنا على المبلغ كله 350,000 سنستطيع شراء 3 كاميرات والأشياء الأخرى. إذا المبلغ لم يصل كما توقعنا يبقى يمكن نشتري كاميرا واحدة. العمل سيستمر بصورة أو بأخرى، لكن أنا بقول هذا علشان أشجع الإخوة اللي الرب باركهم أن يباركوا عمل الرب. آمين. مش بالكم، بالكيف. قلبك نعم. كيف بتعطي؟ المعطي المسرور يحبه الرب. أعود مرة أخرى إلى استوديو رقم 1 والأخ علي. شكرا أخ يوسف. طبعا الخطوط مفتوحة وتلفون 248-416-1300. أعمل التلفونات عشان ما تدعموا الأرامية، وأيضا أعمل التلفونات عشان ما تشاركوا معنا في الموضوع، والموضوع هو مهم، هي الوصية السادسة التي فيها 6 حروف فقط بالعربي: لا تقتل. لا تقتل. أنا ببدأ بالأخت إيمي، مفهومك شنو بالنسبة لعبارة لا تقتل يا أخت إيمي؟ أنا منشكر رب يسوع لمحبته العظيمة لنا، فعشان كده يعني أنا عايز أبتدي الأول في فكرة بسيطة عن اليهود لما خرجوا من مصر، من ديار مصر، كانوا عايشين تحت العبودية. فلما خرجوا من ديار مصر كانوا عايشين في فوضى، ما فيش نظام. فمن رأفة ربنا ورحمته عليهم نزل الوصايا 10 عشان يجعل فيه نظام وفيه أمان وفيه مجتمع حضاري، الناس بتقبل بعضها وتحترم بعضها وما فيش حد يتحدى على حد، لأنه الرب يكره القتل، ومن أهمها ومن ضمنها القتل. فلأنه ربنا لما خلق الإنسان خلقه بصورته زي ما قال في التكوين في إصحاح 1:26. وبعدين كمان ربنا لما خلق الإنسان نفخ فيه، لما كون قبل ما الطين نفخ من روحه، فإحنا مخلوقين من صورة على صورة الله ومن روح الله. ف يعني هو لما حد يجي يقتل إنسان بريء أو غير بريء، مؤمن أو غير مؤمن، إزاي بيقتل؟ كانوا بيقتل بيتعدى على حقوق ربنا نفسه. فدي يعني دي تعتبر جريمة عظمى ما ينفعش نعمل فيها نتكلم فيها، أو أي إنسان يتعدى حقوق. النقطة الثالثة إنه أو النقطة الأخيرة، إزاي يعني نسمح إن إحنا نهين عمل ربنا؟ فإنه لما حد يقتل إنسان بريء إذا كان عن قصد أو عن غير قصد، بعد ما بينا الحقائق دي. نعم طبعا، يعني من كلام الأخت إيمي أهم حاجة أنا أقدر أفهمها أنه الله أعطى الإنسان الحياة، ولا يمكن لأي إنسان آخر غير الخالق أنه يأخذ هذه الحياة من الإنسان. مضبوط يا أخت إيمي؟ أخ يوحنا، يعني مفهومك شنو لكلمة لا تقتل؟ لا تقتل، كلمة القتل هي إهدار دم إنسان، زي ما أختي إيمي بتقول إن إهدار دم إنسان بريء أو غير بريء، فده ليس من حق أي إنسان أن يفعل ذلك. وده علشان حاجة مهمة جدا، إن إحنا فينا روح ربنا، فإزاي تقتل روح الله؟ روح ربنا لربنا هو المتحكم والمسيطر عليها. كون إن إنسان يتعدى هذا الحد ويخش في نقطة إن هو يبقى حكم أو قاضي أو له الحق أن يدين هذا الشخص بأنه هو يقتله، فده مش من حقه. لأن لو أنا مثلا مثلت ده بإنسان يبتكر، دايما أنا أقولها ودايما بقولها، لو إنسان بيرسم لوحة وفي نفس الوقت يسمح لحد تاني أنه هو يقتلها أو يقطعها أو يكسرها، طبعا بيزعل عليها جدا. فما اعتقدش ان ربنا بيقبل هذا الوضع، وعشان كده ربنا نزل الوصية 6 ان لا نقتل، لان دي وصية الله الخالق. نعم.
شكرا أمين. أخي يوحنا طبعا بجانب الأخ يوحنا الأخت رشا، الأخت محبوبة رشا، مرحب بيكي ومرحب بيكي في الأرامية. حنرجع للأخت رشا بعد شوية. أنا عايز يا أخ سيف، يعني هل هنالك قتل في الكتاب المقدس؟ فيه قتل في الكتاب المقدس، فيه قتل عمدا وفيه قتل مسموح به. نقرأ في الكتاب المقدس، أول قتل كانت، أول عملية إجراء أو الجريمة كانت في الكتاب المقدس في التاريخ الإنسانية هي قايين قتل أخوه هابيل. لماذا قتله؟ سنرجع لماذا. ومن هناك تسلسلت عمليات القتل، فهناك قتل كجريمة، وهناك قتل سمح به الإله لمعاقبة شعوب. والقتل في الكتاب المقدس ليس هو تشريع بل هو عقاب، وسنتطرق لهذه النقط بعد لحظات لو سمحت أخ خالي. نعم بالتأكيد. وهناك طبعا أسئلة كثيرة جدا جدا، وأخت رشا عايزين نكتدلي بدلوك برضو، هل هناك قتل في الكتاب المقدس وليش؟ يعني ليش ربنا أمر أو سمح في الكتاب المقدس بالقتل؟ هي الوصية بتقول لا تقتل، وهنا بتحذر ان في تحذير واضح جدا ان في قتل متعمد من انسان لانسان اخر. الانسان القتل الغير متعمد كان بيبقى في حاجه اسمها مدن الملجأ، وده موضوع تاني خالص لان ده قتل غير متعمد. لكن القتل المتعمد لما يكون انسان بيقتل بني ادم تاني، هذه هي الوصية بالضبط، ان ما ينفعش بني ادم يقدر ان هو يقتل انسان تاني. لكن هل يوجد في الكتاب المقدس اما الرب قال ان هم يخرجوا من ارض الموعد، من يعني يروحوا في اتجاه ارض الموعد، هنلاحظ ان كلمات الرب كانت كالتالي: عدوا في الارض، ولو هم ما رضوش تخليكم تعدوا في الارض عدوا حوالين الارض. لو انتوا لازم تعدوا في الارض، كونوا حوالين الارض وطلبوا منهم الهدنه، ان كنتوا هتعدوا فقط، ولا هتشربوا ولا هتاكلوا ولا هتستخدموا ارضهم. لكن اما ان هم يرفضوا، كان في اتجاه القتل ان هم يدخلوا في حرب. لكن ربنا ما كانش بيقول لهم روحوا حاربوا عشان تنشروا دينكم، فكانت الحروب اللي كانت بتبقى في العهد القديم في اتجاه أرض الموعد مش خارج اتجاه أرض الموعد للانتشار. ودي نقطة مهمة جدا جدا، لأن لو أنا باتجه في اتجاه أرض الموعد، فأنا يعني القتل أو الحروب كانت موجهة لامتلاك أرض الموعد. لكن بعد ما امتلكوا أرض الموعد، هم مش مضطرين أن هم يدخلوا في حروب أخرى، لان الحروب ما كانتش حروب تبشيريه او اتجاه ان الناس كلها تعرف الديانه اليهوديه، وانما كانت لامتلاك الارض فقط. نعم شكرا اخت رشا، طبعا ده اجابه لسؤال كبير جدا جدا، احنا متاكدين انه المشاهدين حيسالونا له بعد شويه، ولكن حنزيد عليه. اخت روز عندك اي تعليق بالنسبه لعمليه القتل؟ التعليق about عمليه القتل اللي هي هدر الدم، وهذا غير مسموح به، ولكن في المسيحية تعلم أن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستحق للموت. وهذا في متى 5:21-22. كمان بيوضح لنا أنه المسيحية لا يسمح بهدر الدم، لأنه ربنا خلقنا نفخ فينا روح، وهي الروح اللي تعيش على الأرض بالهدى، وهي الروح اللي تفعل بما أمر الله بها، نعم بما أمر الرب بها، لكي تصلي، لكي تعبد، لكي ترى القدرة على خلقة هذا الكون. من ذلك من وجهة نظري أنه عملية القتل هاي غير متاحة، وهي طبعا as my الأخت إيمي قالت أنه في شغلات أنه حصلت بالبداية، أنه في قتل مسموح متعمد وقتل غير مسموح،
غير متعمد، وهذا الشيء بيخلينا انه نفكر، المفروض انه نفكر قبل ما نخطي اي خطوه لعمليه القتل. لماذا؟ ليش احنا بدنا نبدا عمليه القتل؟ ليش بدنا نهدر دم بريء، انسان بريء؟ ده سؤال مهم جدا، وحنجاوب بعد شويه او نترك الساده المشاهدين يجاوبوا. والاخت روز ذكرت شيء يعني مهم جدا جدا، يعني القتل مش بس العمليه بتاعت القتل نفسه، ولكن حتى النية، الفكرة بتاعت القتل زي ما ذكرت في متى 5:21-22 بيقول لك المسيح بيقول قد سمعتم أنه قيل للأولين لا تقتل، فإن من قتل استوجب الدينونة، أما أنا فأقول لكم إن كل من غضب على أخيه يستوجب الدينونة، لأن الغضب هو بداية القتل في النهاية. يعني ده شيء مهم جدا جدا. وبلخص كلام الأخت رشا إنه الحروب والقتل اللي ظهر في الكتاب المقدس ليس لنشر دعوة اليهودية أو دعوة ديانة، وأيضا ليست هنالك فوائد، لأن عندما سمح الله لبني إسرائيل أن يقاتلوا ويحاربوا لم يوعدهم بالجنة ولم يوعدهم بالغنائم ولم يوعدهم بأي شيء آخر. ده شيء مهم جدا جدا. نجي لمربط الفرس بقى، يعني نحن بنقارن الوصايا العشرة بين الكتاب المقدس والقرآن، وبنسأل سؤال: هل الله الذي كان في العهد القديم الذي أعطى هذه الوصايا العشرة تغير؟ يخسر حاشا، لا يمكن، لا يمكن الإله الحقيقي الذي شرع هذه الوصايا ليكون الإنسان عنده حياة أفضل على هذه الأرض أنه بعد سنين يأتي ويغير رأيه، حاشا. وكما قلنا كم مرة في حلقات سابقة وبرامج سابقة ونقولها اليوم وسنظل نقولها إلى الأبد، أنه الإله الحقيقي، الإله الذي شرع الكتاب المقدس، كلامه هو الكتاب المقدس، ليس هو الإله في القرآن. القرآن إلهه شيء ثاني اسمه شيطان، فلا علاقة للإله الحقيقي مع الشيطان، لا علاقة للقداسة مع شيء ثاني. فلا يمكن الإله أن يغير رأيه، وسنتطرق إلى نقطة أخرى. طيب إذا كان الإله ما بغير رأيه، ليش أن إحنا في القرآن في قتل وفي وعود، حتى القتل بالوعود بالجنة وما أدراك ما الجنة وهكذا؟ أعطينا فكرة عن عملية القتل في الإسلام. هو القتل في الإسلام هو لما بدأ محمد دعوته في مكة، استقر فيها سنين طويلة، كان كلامه كله سلم ومحبة، عايز يكسب ناس، سكان قريش واليهود، ولكن لم ينل إلا 73 فرد شخص طيلة 13 سنة ويدعو في مكة، تبعه 73 أو 74 شخص لما هرب من مكة إلى المدينة ما تسمى بالهجرة. فكان كلامه كله سلم ومحبة وحاول يكسب الناس، ولكن لما ذهب إلى المدينة وتقوت شوكته وأصبح عنده جنود، الحوار تبدل. الآية التي كانت تقول لا إكراه في الدين ولكم دينكم ولي دين كلها مشت، وهنا في سلسلة من الآيات أنا حترك أحد إخوة يقرأها، كلها عن القتل: أقتل 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 أقتل. واحد جهز لنا سورة التوبة عشان نقدر نتناقش. نحن بنشيل مكالمة قبل ما نمشي بعيد في هذا الموضوع. عندنا الأخت ماري، تفضلي، معك الرامية. ألو، مرحبا. أهلين ماري. أنا كمال عابرة من الإسلام إلى النور المسيح. آمين آمين، الرب يبارك. بشكر الرب اللي فتح لنا عينين على هذه النعمة. آمين. وأعطانا هذه العطية هبة مجانية من عنده. آمين. بدي أعمل مداخلة بالنسبة ليش إحنا القتل موجود في العالم وليش إحنا بنقتل. نعم. فالإنسان من آدم، نمسك من آدم، آدم وقع. نعم. كسر الوصية اللي أعطاها الرب. الطبيعة الفاسدة أخذها آدم، وإحنا وصلتنا الطبيعة بالتناسل. فأول من قتل ابنه قايين، قتل أخوه هابيل. نعم. فهذا الشيء بفرجينا إنه إحنا ورثنا هاي الطبيعة الفاسدة. نعم. فهون في عنا إيش؟ ضعف في هاي الطبيعة. كنا عايشين مع الله في سلام، وفجأة بعد ما كسرنا الوصية متنا
سبريتشوال طبعا روحيا امام الله صح. وانقطعنا عنه ومن هنا صرنا نفعل ما نشاء بالطبيعه نفعل ما نشاء. فاجا الناموس الى الارض اللي هي الوصايا العشره بموسى، وموسى كان هذا يعني زي الناموس لما جابناه كان مؤدبنا للمسيح الناموس صح. يعني مثلا شو بقول لك يا قاتل لا تقتل، هي هيك لازم لانه احنا قتالين منذ البدء منذ صح. البدء احنا قتالين، احنا سراقين كذابين، احنا نهابين زنا، نحن هيك هيك هي طبيعتنا نعم. فهذا الناموس بفرجينا انه طبيعتنا خاطئه، طبيعتنا مريضه ميته. فين اللي بيجي العلاج؟ في المسيح نعم. وادخل البكر اللي هو المسيح البكر الى العالم ادخالا مولودا من امراه تحت الناموس امين. ليفتدي الذين هم في الناموس صح. امين عشان يعطينا ايش الفداء ويطلعنا من وين من عبوديه الناموس، لانه احنا ما قدرناش نرضي عداله الله باعمال عملناها كلها غلط، اعمالنا كلها فاني امام الله نعم. قد ما حاولنا نعمل فشلنا يا أخت ماري. هو اللي مغير الطبيعة، احنا مش يعني بس دفع عنا الدين ومشينا في الخطية، لا بالعكس اعطانا قلب جديد صح. خلق فينا قلوب جديدة، يعني اعطانا الطبيعة الجديدة اللي اخذها منا آدم، بواحد دخلت الخطية والموت وصار الموت الى الجميع، وبواحد اللي هو الاخير اللي هو المسيح دخلت الحياة نعم. يا أخت ماري، أخت ماري عايزك تقول لنا يعني ما هي الحاجات الأشياء اللي جعلتك تترك الإسلام وتعبر لنور المسيح باختصار في دقيقة واحدة يا أخت ماري؟ المسيح صوته كتير حلو كان لإلي، وزي ما كانت هي الأخت مجربة إنه كيف جوزها كان مهين لإلها في الإسلام ما لقتش إلها حرية نعم. بس الحمد لله الرب افتقدني وافتقد جوزي وافتقد أولادي. هللويا هللويا. الرب عظيم يسوع. كتير مين يخضع ويسمع بس للصوت، لأنه الصوت كتير حلو، لأنه نعم. كل الأصوات اللي حوالينا مشوهة نعم. الصوت الوحيد الحلو في العالم هو صوت المسيح نعم. وكلماته حلوة وصاياه حلوة، وهو اللي بيعطي قلوب تتغير، اللي تبطل تقتل واللي تبطل تزني أمين. إحنا رح نضلنا نزني ولا 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 ممكن تتغير، يعني ما حدا بيقدر يتغير، الدين لا يغير، الدين دين ضدك الدين، أما المسيح ففيه الحرية أمين. فيه الحرية من العبودية، فيه الحرية من الخطية، فيه حرية من الموت أمين. هو القيامة أمين. أمين. أكثر من هيك شو بدك، كل الناس بموتوا حتى أمين. النبي محمد مات، أما المسيح هو الوحيد هو اللي قام الوحيد. وإحنا سنقام معه في يوم الأخير هاللويا نعم. ونحن سنقام معه نعم. شكرا أخت شكرا ماري. أنا بشكرك وبشكر أشكرك على الوقت اللي أعطتوني إياه بالتأكيد بالتأكيد بنشكرك أنت للمكالمة بتاعتك وتعزياتك لنا نحن وتشجيعك، لأنه نحن عارفين إنه الرب من خلال الفضائيات ومن خلال يعني الأشياء الجديدة اللي داخل التكنولوجيا الجديدة بيدخل لبيوت الناس، وأنت اليوم دخلتي لبيوت ناس كثيرين جدا جدا باسم الرب يعني يسوع. يسمعوا الصوت وياخذوا المسج للمسيح باسم الرب يسوع. شكرا شكرا أخت ماري، الرب يباركك. ربنا يباركك. عندنا مكالمة ثانية من الأخ إسحاق، تفضل. نعم ألو. اتفضل اخ اسحاق. ايوه اتفضل. اتكلم؟ نعم اتكلم. هم سامعيني دلوقتي؟ سامعينك 100 100. الو ايوه ايوه اتفضل. اخ اسكندر من مصر بتكلم من اريزونا هنا. اتفضل. اهلا وسهلا. بالنسبه لموضوع القتل، الله لما وعد ابراهيم بالارض في الانجيل في العهد القديم وأيضا في القرآن في سورة المائدة، فالله ما اداش الأرض لإبراهيم توا لكنه أعطاها له بعد 400 سنة. لماذا؟ لأن شر الأموريين لم يكن قد كمل، فالله عاوز يخلع الشر لكن ما قدرش في وقت إبراهيم لأن الشر لم يكن قد كمل بعد، فالله تأنى لغاية ما شرهم كمل واستحقوا الدينونة. الله من حقه أن يدين سواء بالطوفان أو بنار سدوم وعمورة أو بالنار الأبدية أو بسيف إنسان زي يشوع، فده حق الله في الإدانة، لكن ما استخدمش هذا الحق إلا لما خلص الوقت بتاع 400 سنة لما كمل شر الأموريين. فدخل يشوع عشان خاطر أولا يمتلك الأرض اللي الله وعده بيها، وثانيا من جانب آخر بيقضي على الشر طبقا للقانون الإلهي اللي وضعه إن الله بيدين الخطية.
نعم. وزي ما قالت الأخت برضو أنه ما فيش رغبة في التوسع، لكن هم بينفذوا أمر محدد بامتلاك الأرض فقط لا غير. شكرا الله ضرب عصفورين بحجر، أولا امتلاك الأرض ينقضى على الشر. نعم. وبعد كده الله من حقه أن يدين بأي طريقة أخرى. نعم. لكن ليس إله دم، قلنا الله يخدع الشريف وبهنا مش معناه إله دم ولا الطوفان ولا سدوم وعمور وكل دي حقبات مختلفة الله بيعبر فيها عن دينونته بطريقة مختلفة. نعم شكرا أخ إسحاق. هل في تعليق للأخت ميري والأخ إسحاق؟ أنا عندي تعليق الحقيقة. فضل. في نقطة اللي هي كنت اتكلمت فيها في الأول، إن هي الحروب كانت في أرض في اتجاه أرض الموعد وليست خارج اتجاه أرض الموعد. بعد ما تملك شعب إسرائيل أرض الموعد ما كانش فيه حروب. فأنا عايزة أقول كده تحليل بسيط جدا على الفكرة دهيت، إن دلوقتي لو أنا إله قوي، إله أستطيع أن أنشر عقيدتي بقوتي، وقوة الله لا توازي أي قوة بشر مهما كانت قوة الجيوش دهيت، أنا أقدر كإله أن أنا أنشر هذه العقيدة. إزاي أن أنا أستخدم أسلوب العنف في نشر هذه العقيدة؟ شيء عجيب جدا. يعني أنا أما لاقي آية في سورة الأنفال بتقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أنا هنا هو بتنقل لنقطة أن الناس أقوى من الله، مش الله أقوى من البشر. لو أنا كبشر ماشيين في اتجاه يعني أسوار أريحة سقطت بدون أي حرب، سقطت بالتسبيح، أما جه جدعون خرج ب 300 واحد وكان معاه 32 ألف شخص، وربنا قال له لا معاش عايز ال 32 ألف، أنا عايز أطلع من دول مجموعة يحاربوا معاك 300 شخص. كانوا داخلين على جيش، مش داخلين بقوتهم، كانوا داخلين بقوة الله. لكن أما أنا كإنسان كبشر أبقى أنا بدافع عن ديني عن عقيدتي بأن أنا أنشرها بهذا العنف، أنا ما ينفعش أبطل قتال غير أما تبقى الأرض كلها لله ورسوله. هنا في نقطة مهمة قوي، وأنا بوجه رسالة لكل واحد مسلم حقيقي، لو أنت صادق مع نفسك، لو أنت صادق مع نفسك، هذا الإله بهذا الشكل يبقى إله ضعيف. حللها أنت، فكر فيها أنت. يوحنا يا حبيبي، لو احنا بصينا لنقطة الإله القوي والإله الضعيف، الإله عمره ما يبقى ضعيف لأنه لازم يبقى أقوى من الجميع. لما إلهنا الحقيقي أعلن أنه هو لازم يقيم عقاب على شعب من الشعوب اللي هو خلقها، فده قراره، أقام العقاب، بس ده كان سابقا قبل تجسد المسيح اللي ادانا النعمة وادانا البركة. المسيح جه علشان يكون لهم حياة أفضل، حياة أفضل معاه في كل مكان، مش يجي بعد كده هو ويقول لك زي ما أختي رشا قالت إن يحرض الناس على القتال. لا، ده مش بس كده، ده اقتلوهم حيثما وجدتموهم، إن انقضت أشهر الحرم فقاتلوهم. إيه ده؟ إيه القتل اللي بيحصل ده؟ سورة التوبة دي توبة إيه اللي فيها؟ دي كلها قتل، توبة كلها قتل. إزاي؟ إزاي أنا أنشر دين بالسيف ويبقى الشريعة الأساسية إنما تحت إن الجنة تحت بارقة السيوف، الجنة تحت بارقة السيوف، وده اللي خلى بلد من البلاد الإسلامية علمها الآن هو السيف. تخيلوا أما يبقى علم بلد عبارة عن سيف، يعني تقتل أي إنسان. البلاد اتفتحت بالسيف، يا تدفع جزية يا تتقطع رقبتك، وده اللي حصل في مصر، إن الناس كانوا عايشين في حالهم ملهمش دعوة بأي مشاكل، ولكن دخل عمرو بن العاص يا إما تسلم يا تتسلم يا إما تدفع الجزية.
تتسلم لعشماوي زي ما بنقول دلوقتي. تفضل يا اخي العدل. شكرا شكرا اخي يوحنا. انا عندي سؤال جزء منه للاخت ايمي وجزء منه اخ سيف. اولا انا بسال مره اخرى لاخ سيف، هل الله تغير وجاء ولبس يعني جلد جديده وقال اقتلوا وقاتلوا حتى تنتشر كلمتي؟ وما هي ستيل سؤالك، وما هي غايه القتل في القران؟ اخت ايمي، هل هنالك يعني احنا شفنا من، هل هنالك غايه محدده بالنسبه للقتل حسب الكتاب المقدس؟ نعم. تحب تسمح لي اقابل اول؟ الكتاب المقدس طبعا اشار للقتل من اجل القتل، من اجل خطه الله اللي هو اداها لشعب اليهود، انه اداهم ارض الميعاد، فهو امرهم انه يروحوا وياخذوا الارض دي، وامرهم بالقتل من غير فايده. يعني لما كان يخشوا على بلد زي ما بنشوف في العدد باصحاح 31 لما دخلوا على المديانيين، كان امر الرب رب الاله ان هم يدخلوا على الارض يدمروا كل ما فيها من بهائم وبني ادمين، كلهم يقتلوهم، ما حدش يبقى حي، وما ياخدوش غنائم، ولو في غنائم هتتاخد زي ذهب او فضه كانت بتخش لخزينه او بيت الله. فالغرض كان لاجل الهدف انه ما يبقاش في هدف انه في املاك وفي غنائم بتيجي. وبنفس الشيء بنشوفه في يشوع في 6:11 لما حرم الرب اخذ الغنائم، لما انه في شعب اليهود غلط غلطه واغضبوا الله وخدوا غنائم وخدوا ستات واطفال، فموسى كان ساخط عليهم وصلى انه يتشفع لهم وامر بقتلهم كلهم بعد كده، لانه كان غرض الرب ان هو الامر القتل من اجل التوسع، من اجل اخذ يعني تملك الارض ارض الميعاد، بس مش ما كانش هدف الغنائم. اوكي اخ سيف، ما هي يعني هسه شفنا انه حسب الكتاب المقدس انه يعني ما كانت الغايه انه الجهاد في سبيل الله ونشر رسالة اليهودية في ذلك الزمن، ولا الغاية كان إنه شجعهم إنه يمشي حاربوا عشان يكون عندهم غنائم وأسرى وجاريات وهكذا. ما هي غاية القتل في الإسلام؟ أولا قبل أن نتحدث عن القتل في الإسلام لازم نرجع نشرح نقطة مهمة لحبايبنا المسلمين ما عارفينهاش أو ما عايزينش يعرفوها. القتال في الإسلام فرض في القرآن، يقولون بأن هذا الناس متطرفين يفجرون أنفسهم ويعملوا أشياء، هذو متطرفين ولا علاقة لهم بالإسلام. أنا أقول لا، أخويا مسلم افتح معي القرآن من فضلك، سورة البقرة والآية 183 هتقرأ: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى آخر الآية. كتب عليكم الصيام، الصيام فرض؟ هتقولي نعم. كل مسلم لازم يصوم؟ نعم. من فقط إلا الناس اللي عندهم عذر، مسافر، مريض، أحمق، نايم، صغير، امرأة عليها دم الحائض، والدة، إلى آخره. أما الكل لازم يصوم. كتب الصيام؟ كتب. نفس سورة البقرة من فضلك افتح سورة الآية 216: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كتب كتب وهو في خير. والخير هذا فين؟ 72 حورية في الجنة والشهادة وولدان وأنهار ومصائب وأرض، يعني هم أسي هذه لما يروح هو يقتل فيقتل. أما إذا بقى حي عنده غنائم، انما الامثال لله ورسوله هو يوزعها بقى. فهنا قبل ما اعطيك ارجع الكلمه اخ علي، لازم نوضح نقطه مهمه، انه حكت اختي رشا هذا الاله في الاسلام اله ضعيف جدا جدا جدا، ويطلب النجده من المسلمين حتى يفجروا انفسهم لينصروه. فهناك ايه جميله جدا بتعجبني كثير لما احكي مع اخوتي، يقول فيها القران: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إيه الإله ده
إيه الإله ده يطلب النصرة من إنسان؟ اسمع أخويا علي من فضلك، اسمع أخي المسلم. فليقاتل في من يقاتل في سبيل الله. اسمع آية قرآنية ليس كلام سيف هذا. إذا ما عجبك هذا الكلام شيله من القرآن، هذا كلام من القرآن. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورة النساء والآية 74. ما عجبوش هذه الآيات، هذا ليس غلطي أنا، ولكن هذا وضعه محمد في القرآن. تفضل. نعم. أخ علي. شكرا أخي سيف. طبعا هناك نقاش وهناك أشياء كثيرة جدا جدا، ونحن السؤال اللي بنسأله، أنا بسأل شخصيا، هل الله تغير الذي يدعون في الإسلام أنه نفس الإله الذي أعطى الوصايا العشرة؟ إذا كان الإله تغير طبعا ممكن يجي ويقول أقتله، وأنا بضم صوتي لصوت الأخت رشا وبسأل مرة أخرى، يعني أنت ليش بتعبدوا هذا الإله اللي هو اسمه كله ملطخ بدماء الأبرياء؟ نحن في مكالمات على الخط، ونحن بننتظركم أنه تعملوا لنا وتلفونات وتتكلموا وتعملوا مداخلات وتسألوا أسئلتكم. نحن طبعا عارفين أنه المسلمين الآن وكل الناس اللي بيشاركوا بيدخلوا تحت السرير، لأنه ما فيش طريقة، لأنه هذا الإله ليس الإله الحقيقي الذي يأمر بالقتل. أنا أريد أن أتحول بالمايك للأخ القسيس يوزيف. معك المايك. شكرا أخ علي، موضوع مهم جدا أعزائي المشاهدين. لازلنا تحت شعار ما أنا قد أتيت لتكون لهم حياة وحياة أفضل، يعني اللي بيجي للرب حياته ترتفع أكثر وأكثر إلى الأفضل، لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه، لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق. شو بيعمله بقى؟ أنقذه وأمجده بطول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. دي هي الحياة الفضلة اللي نتكلم عنها، أنك تتعلق بالرب. أعزائي المشاهدين، عايز بس في لحظات قليلة في الميزانية بتاعة الفند ريزنج، يعني الدعم الأرامية، حاطين 60,000 لشراء دي سنويا، لشراء هذه 60,000 كلها رايحة على اللايف توك شوز سنويا. تخيل معي المبلغ كبير، لكن زي ما ذكر الأخ علي كل لايف توك شو بنحطه 950، 3 لايف توك شو اضربهم ب 950، المبلغ يظهر كبير، لكن من ناحيتي أنا ومن ناحية كل واحد يبذل ما صوت الله في حياته، يقول له شو تقديرك لبرامج الأرامية، قديش بدك تدعم الأرامية. شيء آخر، البرودكشنز يعني إنتاج البرامج، أنتوا بتشوفوا برامج للشباب، برامج عن الكتاب المقدس، برامج تاريخية مسيحية، برامج للأطفال، برامج اجتماعية للأسرة، لا حصر لها موجود على الأرامية. ما بتيجي هذه البرامج لحالها، لكن بتكلف شيء لإحضارها وإنتاجها للأرامية. ده اللي بنقدر. أنتوا طبعا أنا تحدثت معكم على التليفون كتير، واحد في المحل قال لي ده الأرامية، أنا حتى في مقر العمل فتحها ليل نهار زي كنيسة عندي، وأنتوا اتصلتوا كتير وقلتوا الأرامية كأنها كنيسة في البيت. إحنا عايزين عمل الرب يستمر في البيت، وعايزين يستمر في العمر، وعايزين البرامج اللي أنتوا بتشوفوها تستمر ويكون كمان أحسن منها موجودة. لكن زي ما قلت، كل شيء أنتوا في بيوتكم عارفين، كل شيء بيكلف شيء، كل شيء في الحياة بيكلف شيء. شوف الشاهد الكتاب اللي عايز أترككم معاه فيه. يسوع هنا كان بعد ما ترك الشاب الغني، وبعد بطرس لما سمع المحادثة والرب يسوع قال لهم عن الغنى، فلما سمع تلاميذه هذه بهتوا جدا قائلين إذا من يستطيع أن يخلص؟ إذا كانوا الناس دي الأغنياء والناس اللي عندهم مش هيخلصوا. فنظر إليهم يسوع وقال لهم هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. عند الله كل شيء مستطاع. آمين. الأرامية ستستمر، وكل آمين. الله كل شيء آمين. مستطاع عند الله آمين. ليسدد أعواد الأرامية. وبعدين فأجاب بطرس حينئذ وقال له نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجهيد، متى جلس ابن الله إنسان على الكرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسا. وبعدين كمال الكمالة، وكل من ترك بيت بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولاد وحقول من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف آمين. ويرث الحياة الأبدية آمين. أيهما أفضل عزيزي المشاهد؟ آمين. الحياة الأبدية،
الحياة الأفضل، ولا في ناس هدفها أن يقول لك دولار دي دولار دي، يعني رايح علشان الدولار فقط في الحياة. طبعا ما أتعشها حياة أن الإنسان يشوف الكورتر عمى عينه، يعني ما يشوفش إلا الكورتر، لأن محبة المال هي أصل لكل الشرور. إذا ابتغاها قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة، فده اللي بيتحدث عنه الكتاب. إحنا عايزين نكنز كنوز في السماء. أخت نضال، بس حبيت أشكر جميع الأخوة اللي يدعموا الآرامية شهرياً، وهذا ما منعهم أن يبعثون أيضاً بتقدمة أخرى لهذا الفنريزينج. أحب أشكر كل واحد، وهذا تشجيع لكل الأخوة اللي يبعثون شهرياً، وكمان في دعم لهذا الفنريزينج. مثل ما قال قرأ الأخ جوزيف عن بولس، أوصى الكنائس أن يحطوا كل في بداية كل أسبوع شيء، فهذا هو الشيء اللي نقدر إحنا نحطه في كل مرة للآرامية. فنشكر ربنا أجل كل واحد يدعم شهريا، لأن محتاجين أن نستمر أيضا شهريا في هذا العمل وفي الفنريزينج. شكرا، ورب يبارك الجميع. أعود إلى استوديو رقم واحد والأخ علي. شكرا يا أخي جوزيف، طبعا رب يباركك. وأنا سعيد إنه بنسمع إنه في ناس بتعمل تلفونات وبتعضد الآرامية وبتكيف معانا، إنه ساعدونا عشان ما نصل مع بعض. إحنا كلنا شركاء، مش بس الأخ علي والأخ سيف والأخت إيمي والأخت روز ولا رشا ولا أخ يوحنا ولا الناس التانية اللي بتشارك في البرامج المباشرة وبرامج الآرامية، ولكن أنتوا اللي بتكونوا موجودين في البيت، سواء كان بتشاركوا بالتلفونات وبتعملوا مداخلاتكم، ولا سواء كان بتشاركوا ماليا، كلنا نحن شركاء في هذا العمل. وفي النهاية الرب يسوع المسيح يقول نعمة أيها العبد كنت أمينا في القليل سأعطيك. نعم 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 نعمة نعمة. أوكي، نشكر رب نشكر رب. نحن راجعين للموضوع بتاعنا، وقبل ما نتكلم عن يعني وضع المجاهد إذا كان المسلم قتل مسلم أو يعني وهكذا، يعني في القتل نفسه نشوف إنه لأنه إحنا ليش إنه المجاهد بيمشي بقتل شخص ثاني. لكن عندنا مكالمة على الخط، ومعنا الأخ إسحاق. اتفضل، معك الأرامية. اتفضل. أتكلم. نعم. أيوة. ألو. أنت على الهواء، اتفضل. أخ إسكندر، خادم إنجيل من مصر. أحب أوضح فكرة عن الله. إلهنا ليس إلها دمويا، وإن كان الله من حقه. اتفضل. وإن كان الله من حقه أن يدين الأشرار في جهنم في الأبدية، فليس هذا معناه أنه إله دموي. إن كان نزل طوفان على سدوم على أيام نوح، فليس معنى هذا أنه إله دموي. إن كان نزل نار على سدوم وعمورة، فلا يعني هذا أنه أيضا إله دموي، لكنه إله منتقم من الشر، وهذا حقه. لا يغمط أحد الله هذا الحق في أنه يدين الأشرار. أما أن يستخدم الله أسلوبا آخر بخلاف سدوم وعمورة وبخلاف الطوفان وبخلاف نار جهنم، فهذا أيضا حقه، وقد استخدم هذا في سيف يشوع لما دخل الأرض وأباد الأشرار. لماذا لم يعطى الله الأرض لإبراهيم فورا، مع أنه وعده بها الأرض التي أقسم أن يعطيها له ولنسله في العهد القديم، وفي القرآن أيضا أن وعد الشعب بالأرض، لكن لم يعطيه الأرض فورا لسبب بسيط، وهو أن شر أهل الأرض وهم الأموريين. نعم يا أخي إسحاق، على ما أعتقد يا أخي إسحاق، على ما أعتقد أنت قلت الكلام من شوية، أنا افتكرت إنه ده إسحاق تاني، ولكن أنت ذكرت هذا الكلام من شوية، ونحن طبعا معاك 100%، ورشا أيضا ذكرت هذا الكلام. أنا بشكرك للمكالمة بتاعتك. طبعا نحن 100% بنتفق معاك إنه إلهنا ليس إله دموي، ولكن للقداسة بتاعته هو لا يمكن إطلاقا أن يختلط مع الخطية، لذلك كان نجد أن عقاب الخاطئ هو موت، وهذا شيء واضح في الأول عندما خالف أبونا آدم وأمنا حواء أمر الله الذي كان يقول إذا أكلت من هذه الشجرة موتا تموتان. أشكرك يا أخ إسحاق. معي على الخط ويليام، تفضل
معك الأرامية؟ هيا علي، أنا ويليام. أهلين ويليام. لو تفتكرني أفتكرك. أنا أفتكرك ما خلاص ما في داعي التفاصيل، أنا أفتكرك كويس خالص. الكتاب هيظهر الشهر الجاي إن شاء الله. أمين أمين. وهيكون كتاب عظيم. نشكرك. وتحياتي لكم جميعا، وبشجع الناس كلها بنعمة المسيح اتبرعوا، خلوا الأرامية تبقى دايما علامة واضحة في طريق الخلاص لكل الأرض. أمين. لكل أمين. واحد بيتكلم باللغة العربية. أمين. أمين. وبعدين من ناحية القتل، يعني دايما الناس بتتكلم على القتل، وأهم من ده كله شريعة الكمال، شريعة الكمال في المسيح. لو الإنسان ما يعرفش يقرأ حاجة خالص، يفتح أنجيل متى الأصحاح 5-8 اللي بيقول فيه لا تقتل. نعم. ومش هعيد كل الآيات، ولكن ربنا يباركنا كلنا ويحافظ علينا ويرحمنا. أمين. لما نبص للجهة التانية، بصوا للإنسان اللي أم قرفة اتقتلت ازاي، امرأة أكتر من 80 سنة من العمر، وامبارح كنا بنتكلم عنها. نعم. وإنه يشقها نصين. وبعدين زوجته زينب بنت حوي اللي قتل أبوها وجوزها وأخوها في يوم واحد ودخل عليها. نعم. حتى ما عطهاش يعني حاجة في الشريعة بتاعته اللي هي العدة، ما حدش يدخل على امرأة من غير ما يديها 3 شهور. فدي وحشية مش نبوية. وبعد كده أنا عاوز أقول حاجة، أنا عندي كتاب ببلاش، ممكن أقول الموقع الناس لا لا داي. يا أخ ويليام، أنت رسل لنا ونحن ممكن نعمل لك آت للكتاب. طبعا هذا البرنامج مجانا. نعم أنا عارف، لكن نحن ما بنعمل آت في هذا البرنامج. رسل لنا شريط او اي شيء انا حابب ان اخذ لك على قناه الاراميه مجانا، ما في مشكله. اشكرك يا اخ ويليام. وانا عندي ثاني اسحاق على الخط، انا ما اعرف الليله هم اسحاق مشي، انا باخذ الاخ الماس. اتفضل اخ الماس. الو مرحبا. اتفضل. شكرا يا اخت الماس، تفضلي. سلام ونعمه يا اخ علي. سلام الرب معك. إلك وإلى الأخوة اللي معاك، الرب يبارككم. شكرا. يا أخ علي، إحنا القتل ما في، يعني عندنا بالكتاب المقدس اللي هو بالإنجيل ما عندنا قتل، لأنه هاي كان في العهد القديم. نعم. لكن لأنه المسيح قال أنا جئت لتكون لكم حياة وليكم لكم أفضل. بالتأكيد. يعني ما في هذه الأشياء اللي هي يعني أرضية والقتل. لأن يسوع ما يريد الموت لإنسان آخر، الكل يحبهم سواسية. فلما إجوا عليه ياخذوا يسوع من في بستان الزيتون مع التلاميذ، كان بطرس هناك، فمن إجا يريد يقطع إذن رئيس الكهنة وريفر واحد من الجنود، فقال له ضع سيفك في مكانه. صح. لأن بالسيف الذي تقطع به. نعم. فإحنا ما عندنا هذا الشيء، لأنه يسوعنا علمنا عدم القتل، واحد يحب الثاني. وأيضا يعني يسوع من هو كإنسان أيضا كان لا يحب القتل. لأنه هو صغير من ولد بيت لحم، أخذ أبواه وذهب به إلى مصر، لأنه خافوا من هيرودس، كان. نعم. يقتل الأولاد الصغار. نعم. فيسوع له المجد، يسوعنا الحبيب، فراح مع أبواه إلى مصر، ولما تراءى له ملاك الرب قال له ثانية أرجع، لأن الذي كان يريد أن يهلك الطفل أو يقتل الطفل قد مات. يعني إلهنا ما يريد لا يشوف الموت ولا يشوف، لأنه الله عطى الروح للإنسان وله كل المجد، هو اللي يأخذها. بالتأكيد. يعني شكرا. أمين. شكرا يا أخت الماس، ربي باركك. نحن بنرجع للنقاش بتاعنا يا أخ سيف. يعني طبعا أنا عارفين وضع المجاهد والوعد بالنسبة للمجاهد، إنه القاتل اللي بيقتل في سبيل الله بيمشي للجنة. ولكن طبعا عندنا مسألة تانية، ودي حدثت في التاريخ الإسلامي، ما هو يعني وجهة نظر الإسلام بالنسبة للإنسان المسلم اللي يقتل مسلم تاني؟ هو كان هناك في حديث لمحمد رسول الإسلام يقول فيه أنه إذا مسلمين اقتتلا فالقاتل والمقتول إلى نار جهنم.
وهنا علامة استفهام كبيرة جدا. لما مات محمد وبدأت حروب على الخلافة وبدأت حروب على الممتلكات، وفي وقت ما حصلت هناك معركة كبيرة جدا بين عائشة وأصحابها وعلي وأصحابه، قتل فيها تقريبا 8000 شخص. فالسؤال مطروح، طبيعة الحال هنا كانت معركة بدأت بين السنة والشيعة، لأنه أصحاب علي يسمونهم الشيعة والسنة كانت بقيادة تقريبا عائشة، والمشكلة لازال مطروح إلى يومنا هذا. فسؤالي أنا مطروح، اللي ماتوا من أصحاب عائشة واللي ماتوا من أصحاب علي أين سيذهبون؟ بما أنه محمد قال إذا اقتتل المسلمين فالقاتل والمقتول إلى النار، فهذو كانوا مسلمين وتقاتلوا فالكل ذاهب للنار. هو لا، هذا هذا ما مات مقتول مغدور، أما هذو في حرب. علي علي وعائشة حرب، أما عثمان والخلفاء اللي ماتوا مقتولين مغدورين. فالكل حتى المسلمين كانوا بيقتلوا بعض، كانوا بيقتلوا في الخلفاء بتوعهم، وهو اصلا المفروض ان المسلم ما يقتلش مسلم. مع ذلك خلفاء المسلمين، المسلمين ما كانوش راضين عنهم في وقتهم، فكانوا بيقتلوهم هم اساسا، ولا زال الوضع زي ما هو. طبعا اخت رشا بدات النقاش. احنا طبعا بنقول انه لما نشوف في الاسلام انه حتى محمد لما اعطى الامر للجهاد بالنسبه لاتباعه كان في وعد محدد، لانه يعني الناس انا ما ممكن امشي اقتل نفسي بس ساي، انا ليش انا امشي؟ ما يتاسس لو مت ما خلاص انتهيت. يعني الغايه كانت الجهاد بالنسبه لي المسلم انه يجاهد، والغايه كانت الجنه، يعني طبعاً عايزين يدخلوا الجنه. اتكلمنا لنا شويه عن عمليه انه كيف انه يعني ده طبعا اغراء، كيف الاسلام اغرى المسلمين انه يمشوا ويقاتلوا في سبيل الله حتى تكون لهم الجنه. هي النقطة هنا هوت، أنا عايزة أقول الأول إن كان محمد بيحاول إن هو رسول الإسلام بيحاول إن هو يستقطب الرجال القادرين على الحرب، فكان بيحاول إن هو يقول لهم لو أنتوا هتيجوا تحاربوا معايا فأنتوا ليكم السبايا وليكم النوافل والأمور اللي هي بناخدها من الحرب يعني، لكن لو متوا كمان في سبيل الله فانتوا ليكم 72 حريه في الجنه وانهار لبن وعسل وخمر وغلمان مخلدون وامور جنسيه وتين وزيتون وامور كده غريبه جدا يعني. لان لو احنا نرجع لطبيعه الناس اللي كان بياخدهم او بيستقطبهم محمد رسول الاسلام، اول حاجه هم كانوا من شبه الجزيره العربيه، فبالتالي اكتر حاجه بالنسبه لهم جميله هي البلح، يعني اللي بيشوفوه ارض صحراويه ما فيهاش اي نوع من انواع الزراعه، فلو جه قال لهم نهر لبن وعسل وامور فيها اكل خضروات وفواكه وامور زي كده، هم ما بيشوفوهاش الحاجات دي، بتجيلهم من الشام وبتجيلهم من امور من لبنان، من القوافل اللي بتيجي من الشام. فهو بيتكلم على اول حاجه الامور اللي هي الاكل والشرب والكلام ده. تاني حاجه بقى احتياجاتهم الجنسيه، لان هو دلوقتي بيستقطبهم بالاتجاه ده هوت، فهيعمل ايه؟ يقول لك انت هنا على الارض هتاخد المتعه وما المتعه والامور واستمتعوا، ولو انت مت هدي لك 72 على بعض يعني اهم كتير خالص اهو علشان انت تبقاش زعلان انك انت مت يعني في سبيل الله. فهو كان بيحاول ان هو يستقطب الناس دول عشان يقدروا ان هم يطلعوا يحاربوا معاه. فيعني كانت فكره غريبه جدا، لو احنا نبص كدين فكرة غريبة جدا، لكن لو كواحد بيقود مجموعة علشان يتحكم في أرض أكتر أو يتحكم بسلطة أكتر ممكن نديله العذر الحقيقة. يعني هو بتكون عمل عصابة أكتر مما يكون إنه ده عمل لله، اللي أساسا هو ما بيحتاج إنه واحد إنه يكون عنده 72 حرية ولا يكون عنده عسل ولبن، أنهار عسل ولبن في الجنة. في نقطة تانية يا أخي، نعم. إحنا لما بنتكلم عن القتل، الإنسان لما يبقى ضعيف
يبقى محتاج حد يساعده. فهنا نشوف في سورة الأنفال، سورة الأنفال 60، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. هل الله له أعداء؟ ومن هو عدو الله؟ إذا كان الله هو خالق الكون يبقى محتاج أن يبقى ليه أعداء. أخي العزيز، هو عدو بتاعه الوحيد احتمال يكون الشيطان. لا، لأن الشيطان برضو ربنا هو اللي خلقه. فما ينفعش، لأن ربنا هو فوق الجميع. استحالة يبقى ليه أعداء. عدو إزاي؟ من هو عدو الله؟ من هو عدو الله؟ هو عدو محمد. يبقى هنا هو أله نفسه. عدو الله وعدوكم، عدوك عدو دينك. هو دي النقطة. ده قانون الإسلام. هي دي مشكلة، إن هو استخدم كل زي ما أخت رشا قالت لنا، إن استخدم ما ينقص في هذه الطبيعة البشرية اللي هي طبيعة الصحراوية اللي كانت موجودة، ينقصهم كل الخيرات. فازاي قدرنا إن احنا نوصل؟ لأن هو عرف ده عن طريق الحاجات اللي ناقصه في البلد اللي هو عايش فيه. تفضل اخي. شكرا اخي حنا. معنا ام سامح على الخط، معك العرامية، تفضلي. اهلا، مساء الخير. مساء النور. الرب يبارككم جميعا ويبارك خدمتكم. والحقيقه انا بتبسط قوي 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 من البرامج دي، واشكر الرب يسوع. بس غصب عنهم الاخوان الاخوه المسلمين، لانهم لم يدركوا محبه المسيح. صح. لم يدركوا حنان المسيح. لم يدركوا قدرة المسيح المخلصة. إحنا كنا عمي برضو، إحنا كمسيحيين كنا عمي. لكن هي النعمة بس اللي خلتنا نعرف يسوع على حنان. أرجوكوا أرجوكوا نصلي من أجلهم. الرب يفتح عيونهم، الرب يديهم نعمة. والنهاردة أنا سمحت مع الأخ رشيد إن في الموصل بيقتلوا المسيحيين. وبكرة هيكون في صوم وصلاة. أرجو كلنا إيد واحدة نشترك ونصلي بقلوبنا علشان الرب يرفع ويديهم قوة في احتمال الضغط والاضطهاد اللي هناك. آمين. ربنا يساعدنا، الرب قرب يجي. نعم بالتأكيد. احنا كنا هنا يا أم سامح بنقيف، وبنقيف مع أخواننا في البصرة وفي شمال العراق في الموصل، ونحن بنرفع صلوات وأيضا بنعضدهم، بنرفع أصواتهم للحكومات وبنرفع أصواتهم للأماكن الثانية اللي ممكن تتخذ قرارات هي توقف هذا القتل. وده الشيء اللي نحن بنتكلم فيه الآن، أن احنا لو بنقدر يعني أن احنا يعني الهدف بتاعنا في النهاية عايزين ننقذ العالم من القتل، والإسلام فيه قتل كثير جدا جدا. يعني أنا ما أعرف في حد عارف عدد الكلمات اللي بتتحدث عن القتل في الإسلام بالألاف، كم؟ 30,000. فهنا أن إحنا بنجيب، أنا عايز أخوتي هنا خلينا نجيب شوية، خلينا نتكلم عن الحتة بتاعت الموصل. إنه يعني بشوف إنه أنا بنتكلم عن القتل وبنتكلم عن الجهاد، أنا ما أعرف إنه قصد الناس اللي هم في الموصل يعني بيحاولوا يشردوا اخواننا المؤمنين، يعني هم عايزين شنو وايش الدافع من هذا؟ اخ سيف، اولا اريد ان اقول كلمه. سئلت كم مره كيف لازم نتعامل مع المسلمين، انا قلتها وساضل اقولها. لما المسلم يكون في قوه ضعف، عنده نقطه ضعف، بيسلم عليك من هون ومن هون، يقول لك حبيبي وكل شيء حلو، لأنه ما عندهش قوة. لو هو في بلد ثاني وعنده قوة، صدقني يعمل ما نراه الآن في الموصل، وما نراه في مصر، وما نراه في كل مكان في العالم كله. لأنه أمر، أنا قلت من أول أنه كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القتال. المسلم لا يفرح ولا يهدأ إلا إذا نفذ الكلمات الدنيئة اللي في القرآن. ولهذا احنا هدفنا ليس أنه ننتقد، ولكن احنا هدفنا أن نوعي إخوتنا المسلمين أنهم ماشيين في طريق غلط وتابعين تعليمات غلط، تعليمات شيطانية. من هو هذا الإله الذي يقول لك اقتل سيف مسيحي؟ اقتل لماذا؟ ترك الإسلام اقتل لنا مرتد لماذا؟ أنا حر، المسيحي في موصل حر، المسيحي في القبطي في مصر حر.
كل في اي مكان في الدوله احنا احرار، لماذا انت ترغمنا وتلزمنا وتقول لنا ان الدين عند الله الاسلام؟ من اين هذا؟ من اين اله هذا؟ هذا الاله الضعيف، هذا الاله الدكتاتوري، هذا الاله الدموي، لماذا يا اخي؟ من فضلك مره اخرى بطلبك، انا دائما بطلبك، افتح قرانك وتمعن فيه، ستجد فيه عجائب وستهرب. تعال الى الرب يسوع اللي هو كله مليان محبه. وقبل ما اعطي المايك لاخوي علي اريد ان اقول كلمه. لما اتيت الى الرب يسوع صدقوني قلت ايه ما فيش محبه في الاسلام، يعني شيء مش مضبوط. بحثت 6 أشهر وانا ابحث في القران، ابحث في القران 6 أشهر عن كلمه، عن ايه واحده فيها محبه. صدقني يا مسلم وكذبني وروح ابحث بنفسك في القران، ولا وجدت كلمه واحده فيها محبه فيها. وجدت 28 مره كلمه ان الله يحب من يحب المتطهرين، يحب في محبه شرطيه، ولكن كلمه محبه وكلمه سلام لا توجد في هذا الكتاب الشيطاني. من فضلك افتح قرانك وابتعد وتعالى عند اله المحبه. اخت امي، انا حضرنا صوتي صوت ام سامح زي ما طرحت على التليفون، نحن نرفع صلاه والصيام من اجل اخواننا في العراق ونرفعهم بالصلاه ونطلب الرب معونه الرب. لكن انا عايزه اشجع اخواني في الموصل بكلام الرب يسوع بالكتاب المقدس متى 10:28، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولكنهم يعجزون عن قتل النفس، بل بالاحرى خافوا القادر ان يهلك النفس والجسد معا في جهنم. فانا بشجع اخواتي المسيحيين في العراق وفي الموصل، بقول لهم تشجعوا، الرب يسوع معاكم واحنا معاكم، هنرفع صلاتنا وندعي للرب يسوع انه يسندكم في محنتكم، ومنصلي لاجل المسلمين انه ربنا يفتح عينيهم وننضم كلنا في كل امريكا، نرفع الصلاه والصيام لمده مثلا 3 أيام او 4 أيام او ناخد اسبوع من اجل الوضع المسلمين والمسيحيين في الشرق. اخت روز، انا بضم صوتي لصوت الاخوه والاخوات اللي بنحاول انه احنا نشجع الاخوه والاخوات في الموصل وفي البلاد العربيه بالتطلع الى امل جديد، الامل الموجود في الروح القدس. احب ان أقرأ مزمور 91، جزء منه بيقول إلى متى يطول يا رب غضبك؟ ارجع وتعطف على عبيدك، افضي علينا باكرا من رحمتك، فترنم فرحا ونبتهج طوال أعمارنا، فرحنا بمقدار الأيام التي بليتنا بها وبمقدار السنين التي رأينا فيها المصائب، ليظهر صنيعك أمام عبيدك وجلالك أمام أبنائهم، ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا، أنجح عمل أيدينا، نعم أنجح لنا عمل أيدينا. هنا بوجه صوتي لصوت الإخوة والأخوات، إحنا بدنا نحاول نوجه وجوهنا وأفكارنا للآيات الموجودة والترانيم الموجودة اللي بتشجعنا إنه إحنا تعطينا أمل ومحبة وتفهم ومعاملة الآخرين بمحبة. بوجه وجهي للرب يسوع ليعطيكم اللي هو التفهم بكيفية المعاملة مع بين الإخوة المسيحيين والإخوة المسلمين، بتفهيمهم أو إعطائهم تجارب لتساعدهم على الاستفهام والإجابات الصحيحة التي تساعدهم في الحياة، وهذه بتساعدهم أنه يعيشوا حياتهم بمنطلق نور جديد. نعم، شكرا في حياتنا الجديدة. نعم، شكرا أخت روز. أخي يوحنا، أخي الحبيب، لو إحنا بصينا لشريعة إله الإسلام، شريعة إله الإسلام هي
الدمار والتحريض على القتل، علما بأن هو لو بصينا مثلا في سورة التوبة 73، سورة التوبة آية 73 بيقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. طيب طالما مأواهم جهنم وبئس المصير، ليه يؤمر بالجهاد والقتل ليهم؟ ومن هو له حق الإدانة لهذا الشكل؟ هل اللي بيحصل دلوقتي هو الطبيعي لنهاية العالم؟ أعتقد إن هي دي بداية النهاية، إن المسيح على الأبواب سوف يأتي. بس ياريت إن إحنا نبقى زي العذارى الحكيمات ودايما جاهزين بالزيت علشان نلاقيه موجود أمامنا. ربنا يسندكم يا إخواننا في كل مكان في العالم للضيقات والصعوبات اللي ممكن تقابلكم. استحملوا، لأن هو ده الصليب اللي المسيح أمرنا إن إحنا نحمله علشان ندعى تلاميذ له. تفضل رشا. أنا هبتدي كلامي ببعض آيات من الكتاب المقدس، من إنجيل متى، من الموعظة على الجبل. رب يسوع بيقول: طوبى للمطرودين من أجل البر، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إن عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماويات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. لو إحنا بنطرد، وأنا طبعا أنا كنت من الناس المتابعة لموضوع الموصل، وعرفت إن عائلات يعني هربت قبل الحادث الأخير دهوت من الموصل، وبعد كده حصل المشاكل في الموصل الآن والعائلات اللي هربت الأخيرة وحوادث القتل الكتيرة. لكن شوف المسيح بيقول إيه، شوف المسيح بيقول إيه. يعني احنا بنتكلم على إله الإسلام والإله الحقيقي الحقيقي. شوف الإله الحقيقي بيقول إيه: طوبى لكم إن عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا. هل أنا في وقت الضيق ده المفروض أن أنا أفرح؟ هل أنا في وقت التجربة ده المفروض أن أنا أفرح؟ هل أنا وأنا مطرود من بلدي ومن وسط أهلي ومن من بيتي مفروض أن أنا أفرح؟ المسيح بيعالج شخصية الإنسان داخلياً. الله الحقيقي اللي خلق الإنسان بيغير هذه الطبيعة. لو واحد طبيعي بعد طرد اللي حصل في الكتاب المقدس بيقول افرحوا إن عيروكم وطردوكم، لو واحد اتطرد اتعير، من الطبيعي إن هو يكون رد فعله عنيف، إن أنا أقتل، إن أنا أنتقم. لكن المسيح ما قالش كده، ما قالش كده، ما قالش أبدا كده. قال: أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. شيء غريب قوي. أرجوك أرجوك أرجوكي، لو أنت ما زلت في الإسلام، أرجوك قارن التعليم بتاع المسيح في الموعظة على الجبل مع وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، سورة الأنفال. قاتلوهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى هنا مش رد فعل إن واحد غلط فيا، ده لو غلط فيا بسامحه، لكن هنا اطلع وقاتل علشان الدين كله يبقى لله. نشر العقيدة المسيحية كانت بتشتيت الرسل، وده تلاقيه في أعمال الرسل، لكن نشر العقيدة الإسلامية كانت من خلال الحروب والغزوات. أي إله هذا؟ أي إله هذا؟ نعم نعم نعم. الكتاب المقدس بيقول في إنجيل يوحنا الآية 2:
سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها من يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. ونحن بنضم أصواتنا لكل الذين يصلون ويصومون من أجل أهلنا ويعني الناس المؤمنين في العراق وخاصة في الموصل. أحب نصلي مع بعض وبندعو كل المشاهدين إنه يقفوا معنا حتى تنتصر كلمة الرب يسوع المسيح، لأنه نحن القوة بتاعتنا ليست في الجسد وإنما هي من الروح، روح الرب. أخي سيف عندك تعليق؟ لا، في الحقيقة أريد أن أوضح نقطة، أنه ما يحصل الآن في شمال العراق، المسلم بيطبق آية في القرآن في سورة التوبة، الآية رقم 29 بكل بساطة، بيطبق الآية تقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدقوني، في إخوان اتصلوا بنا على البالتر، يجوا مسلمين للبيت يقول لهم بكرة بيتحضروا مبلغ كده حتبقوا ساكنين هون، وإلا سنرحلكم. وكانت هناك ترحيلات جماعية بالآلاف بالمئات حتى يعطي الجزية. الآية بيطبق الآية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، مبهدلون، مذللون، مدلول مش مدلل، مدلع مدلل، صاغرون. هم بيطبقوا هذه الآية بكل بساطة، هذه الآية الشيطانية اللي موجودة في القرآن. تفضل أخ علي. شكرا أخي سيف، ونحن حنمشي للاستوديو الثاني مع الأخ جوزيف. طبعا حابين ناشدكم انه تعضدوا الأرامية، تقفوا معنا، ساعدونا حتى نستطيع، حتى تستطيع كلمة الإنجيل تصل للناس اللي هم بيقتلوا حتى يأتوا إلى دين السلام والمحبة. الأخ جوزيف معك المايك. أمين أمين أخ علي، شكرا. بصراحة الموضوع شيق وممكن يستمر إلى وقت طويل، لكن كما ذكرت عندنا برامج بث مباشر تابعة لهذا البرنامج، فأرجو أن تبقوا معنا. وأحب أترككم بكلمة بسيطة من الأعمال، سفر الأعمال، سفر بداية الكنيسة، كتاب الأعمال: وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. كان عندهم كل شيء مشترك. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاج، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. آمين. وكان يوزع على كل أحد قدر احتياجه. علشان كده احنا جايين بنقول لكم في الأرامية احنا محتاجين لأجهزة معينة، لإضاءة معينة، لبرامج معينة، لبث مباشر معين، أشياء كثيرة موجودة، وده احتياجنا النهاردة. والنتيجة كانت أن الناس بدأت تبيع الحقول والبيوت، لأنهم كانوا بقلب واحد وبنفس واحدة. قلبك معنا وإحنا قلبنا معك عزيزي المشاهد، كما ذكرت في برامج جميلة جاية الأخت نضال. نعم. لحظات قبل أن نرجع للاستوديو رقم واحد، أنه الآرامية هي منكم وإليكم، لا تنسوا دعم هذه الكنيسة الفضائية التي ستدخل كل بيت في جميع أنحاء العالم باسم يسوع. آمين. أعود للاستوديو رقم واحد والأخ علي. شكرا أخي جوزيف والأخت نضال، الرب يبارككم. والخطوط ما تزال مفتوحة، عندنا لسه تقريبا ربع ساعة، ومعي محمد على الخط. تفضل أخ محمد. مرحبا. أهلين. والله يا حقيقة يعني أنا أستمع النقاش، النقاش جميل. مرحبا. تفضل. يعني تفضل حضرتك على الهواء. أوكي. النقاش بغض النظر عن الاختلاف في الأديان أو الاختلاف في كل شيء، من طبيعة الإنسان أو المذاهب الأخرى، الاختلاف
يا اخ محمد اسمعنا من التلفون واسمعنا من التلفون واطرح سؤالك مباشره. والله سؤالي انا حقيقه سؤالي انه بغض النظر كل مسيحي عاش في بلاد المسلمين قاطبة، يعني لو قمنا بقياس المسلم اللي عاش في بلاد المسيحية في الأزمان اللي مضت كمحاكم التفتيش اللي قامت في أسبانيا أو في فرنسا، أو المسيح اللي عاش في بلاد المسلمين اليوم هذا من القبطيين أو الأخوة الكلدانيين في العراق أو كل القوميات اللي عاشت، ما في يوم من الأيام أنه أجبر المسيحي على أن يغير اسمه أو عقيدته. أو رجعنا إلى التاريخ إلى الوراء إلى الأندلس أكثر من 800 ألف. يا أخ محمد عايزين سؤالك. سؤالي أنا أقول سؤالي أنه حقيقة مثل الإسلام كمثل المسيح، يعني المسيح عيسى بن مريم عندما أرسله الله نبي يعني بهتوه اليهود حتى صلبوه. يا أخ محمد يا أخ محمد أنت ما أنت حتى الآن ما طرحت أي سؤال، أنت بتتكلم من هنا لهنا. أنا عايز أسمع سؤالك، هل عندك سؤال ولا عايزنا نعلق على الكلام اللي أنت قلته؟ علق بغض النظر علق. سؤالي اتفضل. سؤالي يعني هل الأخوة الجالسين لهم إدراك حقيقي في القرآن من باب بلاغي من باب النصوص القرآنية؟ هل هذا السؤال يعني أنا أوكي ماشي. أنا طبعا أنا بقول لك أنا نعم، لو عندك سؤال اطرحه لي. أنا ممكن سؤالي هل عندهم إلمام بلاغي؟ ليش لا؟ اطرح سؤالك يا شنو؟ محمد اطرح سؤالك، عايز تقول ايه بالضبط؟ يعني مثل سؤالي الاخ اللي بالنظارات ما اعرف اسمه. اسمي سيف. سؤالي انا سيف. كلما دخلت امة لعنت اختها، اشرح لي اذا تمكن. انا حشرح لك يا اخي محمد. هل ترضى ان تبقى في هذا الدين الذي يامر بالقتل؟ وظل اسمع على التي في يعني. اسمع على التي في. هل ترضى ان تبقى في هذا الدين الذي يامر بالقتل؟ ناس جالسين في بيوتهم آمنين هادئين وإخوتك يروح عندهم يطلبوا منهم الجزية أو يطردونهم من بيوتهم، هل ترضى أن تعيش مع هذا الإله الذي يأمر بالقتل؟ هل ترضى أن تتبع هذا النبي الذي قال الجنة تحت الرزق تحت ظل رمحي؟ هل ترضى أن تبقى مع هذا الإله الذي يقول في آية في سورة آل عمران اسمع ماذا قال إلهك يا حبيبي، سورة آل عمران والآية رقم 151 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. هل هذا إله الذي يلقى في قلوب يلقى في قلبي الرعب؟ لماذا؟ لأنني لا أريد أن أتبعه لأنه هو شيطان؟ لماذا؟ يا أخ محمد أنا عندي لك سؤال بعده. يا أخ محمد. نعم أسمع. أوكي سؤالي يعني أنت سمعت آيات القتل في القرآن وأنت على ما أعتقد عايش مثلا في شمال أمريكا، يعني مثلا في شمال امريكا واحده من الدول كندا ما عندها حتى حد القتل في الدستور بتاعها، اعطينا رايك شنو؟ هل بتوافق مع اله الاسلام في القران بقتل الانسان اللي هو غير مسلم جهادا في سبيل الله؟ وين انا لا امن الدول اللي يقومون ب حقيقة الإرهابيين هاي جملة وتفصيلا مرفوضين. ما هم الإرهابيين دير شايلين التعليم بتاعهم من وين يا محمد؟ أولا إذا نقيس على العراق فالإرهابيين لا يفرقون بين المسلم والمسيح في القتل. لا نحن ما بنتكلم عن الإرهابيين، نحن نتكلم عن محمد نفسه محمد. اللي قاد جيش وأتباع محمد اللي قادوا الجيش من الجزيرة العربية حتى إسبانيا. أوكي يا حبيبي عندك علم في التاريخ في تاريخ النبي محمد عدد القتلى في حروبه كثيرين؟ هم شهداء ناس شهود عايزين يروحوا الجنه، هم طالبين يروحوا الجنه علشان ينولوا ما فيها من نعم. فيها 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 حور عين وفيها غلمان وفيها انهار عسل ولبن وخمر وكل شيء. الله
ما هو ده في الحالة دي هو مش مستني ان هو يروح، هو بيبذل نفسه علشان هو فاهم غلط، بيطبق شريعة الإسلام وتعاليم الإسلام اللي شربها من وهو طفل صغير. إذا كان أنت ادالك حق الإسلام أن أنت لو واقف في جامع وكلنا كنا مسلمين، اللي قاعدين قدامك دول كلنا كنا مسلمين، ولكن ربنا فتح عينينا وكنا بنخش جوامع وبنصلي الجمعة، وبعد الصلاة أو في نهاية الصلاة قبل قيامة الصلاة يقول لك اللهم شتت أعداءنا، اللهم عليك باليهود والأمريكان، إيه اداله الحق أنه هو يدعي على الناس؟ ليه يدعي على الناس؟ ليه يؤمر بالقتل؟ يحرض الناس على القتل؟ بينفذ تعليم كتابه، بينفذ تعليم الدين بتاعه. يا أخ محمد، أخ محمد، يا محمد، هل محمد مشي؟ أنا عايزك تجاوب، أنا عايزك تجاوب على السؤال. أوكي جاوبني، ما تمشي ليلة التاريخ، أنا بقرأ لك القرآن أهو، التوبة 29، لو معك قرآن افتح التوبة 29، بتكلم عن إنه نقاتل الناس، القرآن بيقول للمسلمين إنه يقاتل الناس اللي ما بيؤمنوا بالله، هم ديل من أهل الكتاب، اليهود والنصارى. ايه رايك انت، هل بتوافق على هذا الكلام؟ الا ان يدفعوا الجزيه، يعني لازم ياخد فلوسهم علشان يقبلوا ان هم يعيشوا، ويقبل لهم ان هم يعيشوا، يدفعوا الجزيه. يا محمد هل توافق على هذا الكلام؟ مش عايز تجاوب. يا رب خلاص. لا اوكي، هو طبعا دي المشكله احنا، وده ده الشيء اللي احنا عندنا يعني معظم المسلمين، انه هم عارفين وعارف عايش في بلاد حريه، عايش في بلاد انه لا يمكن انك انت تمس اي روح انسان او انك تهدر دم انسان، وعارفين انه القران هذا مليان بهذه القضايا وهذه الجرائم، عشان كده ما قادرين يجاوبوا. ونحن بنطرح سؤال واضح، إنك أنت لو ما قادر تجاوب وتقول أنا موافق على هذا الكلام الذي جاء به الله إله الإسلام، ليش أنت بتبقى في الإسلام؟ اترك الإسلام يا أخي، صير أي حاجة، نحن ما بنطلب منك تكون مؤمن بالمسيح، صير أي شيء، لكن لا يمكن إنك تقعد مع إله قاتل مجرم. أخي العزيز، ما فيش أي ديانة نشرت في العالم كله، ولا حتى الهندية، الهندوز، البوذيين، اللي لا دين لهم، اللي هقول ايه، اللي ما يعرفوش ربنا، ما فيش حد نشر دين ولا سلوك بحد السيف ولا بالقتل الا الاسلام. يعني انا مش لاقي اي اجابه لحد، نفسي حد يرد. تفضل اخي العزيز. شكرا شكرا يا اخي. انا طبعا عايز، عندي سؤال اخير قبل ما نمشي، وعايزكم تجاوبوه في نصف دقيقه. سؤالي الاخير، اذا كان وضع السيف على عنقه، مش انا، السيف السيف السيف، نعم السيف اللي استخدمه محمد لقطع الرقاب، وضع على رقبتك وخيرت بان تترك ايمانك المسيحي او يعني تبطل، ماذا تفعل؟ انا ببدا باخت رشا، سوي شنو؟ اقتل بشكل واضح جدا. وأنا فعلا بعد ما قبلت المسيح أنا لا يمكن أتنازل عن المسيح في حياتي مهما كلفني الأمر، ولو هو أنا عقابي كأن أنا خرجت عن الدين إن القتل، أنا مستعدة لأن أنا أقتل، وإن أنا حسب النفقة ومستعدة إن أنا أقدم حياتي هدية للمسيح ويوضع لي إكليل البر. بالعكس ده هيبقى فرح ليا وتهلل، لأن أنا هكون مع سيدي نهارا وليلا، أسبح له وأعظم اسمه وأفرح به بعيدا عن هذه الأرض المليئة بالألم والبرية المتعبة. أمين أمين. أخي حنا، الجسد ده ملوش قيمة، الجسد ده طين بيتحلل ويبقى ملوش مكان إلا في التراب، إنما روح الإنسان مع اللي خالقها، وهو اللي ادانا الحياة الأبدية، وهو اللي ادانا السلطان أن نصير أولاده، فخدنا طبيعته، خدنا طبيعته. إحنا فترة مؤقتة على الأرض دي، الأرض دي فترة علشان نمجد اسمه بس، علشان بعد كده نبقى معاه. فياريت لو جه السيف دلوقتي أنا مستعد ورقبتي أهي، اللي عايز ياخدها يتفضل. تفضل يا أخت راس.
طبعا لا، انا مقتنعه اقتناع كامل بان الدين اللي انا دخلته بحذافيره، اني انا مقتنعه انه الروح القدس، انه ربنا المسيح هو وجهنا الى المحبه، الامل، التعامل، احب لاخيك كما تحب لغيرك. وجهنا انه حتى لو في حياه بعد الممات، وهذه الحياة هي مع المسيح في الجنة، فإحنا already موعودين بالجنة، فهذه تهللات ما جنة محمد؟ جنة محمد سماء سماء مع الرب يسوع، الحياة الأبدية. هل بتوافقي، هل بتنكري إيمانك بالمسيح ولا تقتلي؟ انا مقتنعه بالدين المسيحي، انا يعني حتى لو جاء القتل right now I don't afraid، جاهزه، انا جاهزه لي في اي وقت. اخت ايمي، انا عايزه اعظم وامجد الرب يسوع اللي فدانا بدمه على الصليب، الاله العظيم اللي نزل من السماء وتواضع، نزل على الارض كانت ضرب والتعذيب والإهانة والشتايم، ما يسهلش أن أنا أضيع وأفدي وأروح شهيدة من أجله. نعم، مرحبا بالقتل. أخسير. أنا بابتسامة كبيرة بابتسامة كبيرة وبفرحة كبيرة، إذا كان سيف على رقبة سيف يعني هذا عندي تيكت ماشي على طول إلى السماء، بسبق مسيحيين كثيرين هيقول لي بختك يا سيف. آمين. حطونا على حبيبي على طول أقبل منهم. آمين آمين. أنا طبعاً بضم صوتي مع صوت أخواني، ولو ما نحن كنا خايفين من السيف ما كنا جلسنا هذه الجلسة، ونحن بنشكر الرب إنه هو أعطانا الحياة الأبدية. آمين. في ختام هذه الحلقة قبل أن أحول المايك للأخ جوزيف، أريد أن أقرأ بعض الآيات من الكتاب المقدس في رسالة بولس إلى أهل غلاطية إصحاح 5 الآية 17، وتقول: لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون، ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس. وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، 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 سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا، إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس هناك ناموس. ونحن نقول تعالوا للمسيح، لأن هنالك عفة، لأن هنالك محبة، لأن هنالك سلام، ليس قتل. إلى أن نلتقيكم غدا في الوصية السابعة، لا تزنى. أحول المايك للأخ جوزيف. شكرا أخ علي، برنامج اليوم كان برنامج شيق جدا، وكما ذكرت ممكن كان يستمر لأوقات طويلة، لأن طبعا الموضوع كبير. لكن بذكركم أن حتى بعد انتهاء البرنامج الأول من البث المباشر، خطوط التليفونات مفتوحة، وعندنا بعض الهدايا، يعني فنجان جميل جدا عليه الأرامية، لما تشوفوا اللوجو تبع الأرامية تصلوا لأجل الأرامية. الساعة دي جميلة، فيها منبه، فيها تاريخ، فيها درجة الحرارة، وفيها صورة الأرامية كمان. مش موجودة الأرامية في بيتكم بالصدفة، الرب أوجد هذه الخدمة، والخدمه هتستمر معكم. عندنا اشياء كثيره، كتاب المقدس بالعهد الجديد بالكلدانيه، الانجيل الشريف للاخوه المسلمين الزاعدين، يعني محطوط بصيغه يفهموها اكثر، الكتاب المقدس، فيلم المسيح، كل هذه الاشياء بالنسبه لكم يعني متوفره. اتصلوا بينا واحنا مساعدين نبعثها، تعبير عن شكر وتقدير لجميعكم يا من اشتركتم معنا ولا زلتم تحملون معنا هذه الرساله لتوصيل خدمه المسيح. انا اضم صوتي مع الاخوه، بولس يقول، وأضم صوتي مع بولس الرسول: فإن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب
نحن امين امين نضال. حقيقه نشكر جميع الاخوه، ويعني اللي سمعناه من الاخوه اليوم هي احد ثماركم اعزائي المشاهدين، راح تسمعون شهادات اخرى واخرى من ناس اخرين، كلها هو بدعمكم انتم للاراميه، مساعدتكم وتعضيدكم اليومي بالصلاه وبالاموال وباي تشجيع تشجعونا فيه للاراميه، هذا هو الثمر الاراميه اليوم اللي تشاهدوه. فنبارك جميع ونشكر جميع الذين ساهموا الاراميه اليوم باسم يسوع. أعزائي المشاهدين كما ذكرت ابقوا معنا في برامج لسه مستمرة على الساعة 8:30، برنامج بث مباشر يخلص في بعدين برنامج ثالث البث المباشر على الساعة 10:30، وكما ذكرت خطوط التلفونات مفتوحة، وإلى نلتقي وإياكم أستودعكم رعاية الله.